بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في برنامجكم ملك كتابة أينما كنتم. حديث العالم عندما يصبح الأهلي ثقافة. إبراهيم، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك أعزائي المشاهدين، وموعد يتجدد معكم في لقاء الخميس من ملك كتابة. حلقة اليوم التي تحمل الرقم 763 جاية أعتقد في ظل أفراح المهندس عدلي أشار إليها، كيف يكون الأهلي حديث العالم؟ شوف، على قدر التوتر والقلق والخوف وصعوبة الموقف، على قدر ما استمتعنا بكل ما يخص الأهلي هذه المرة. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. في المرة دي حقيقي تشعر أن الأهلي ثقافة استوعبها العالم. ده كلام مهم جدا. طبعا في تفاصيل كتيرة مهمة، لكن خلينا في البداية لا يفوتنا أن نشاطر نادي الزمالك الكبير الأحزان في وفاة اثنين من قيادات نادي الزمالك، سواء على المستوى الفني في كرة القدم أو على المستوى الإداري. رحل اليوم الكابتن أحمد مصطفى. كابتن أحمد مصطفى واحد من نجوم الكرة في نادي الزمالك في الستينات، له باع طويل جدا كلاعب دولي مهم. وأيضا وفاة المغفور له الأستاذ محمود بدر الدين أمين صندوق نادي الزمالك السابق، لهما كل الدعاء بالمغفرة والرحمة، ولأسرتيهما الصبر والسلوان، وكل التعازي لأسرة نادي الزمالك الشقيق. أيضا لا يفوتنا أن نشاطر الكابتن علي أبو جريشة فاكهة الكرة المصرية ونجم نادي الإسماعيلي الكبير الأحزان في وفاة شقيقه، تغمده الله بواسع رحمته. رحمة الله على الجميع. يعني تربطنا بهم ذكريات كلهم وشائق طيبة، وزمن كان بيفرز. يعني محمود بدر الدين أصله كان زميلي وكان ابتدى الشغل معايا رحمة الله عليه. وطبعا الكابتن أحمد مصطفى غني التعريف. أما كابتن علي أبو جريشة فأهل شقيقه. طبعا فرحمة الله على الجميع. طيب، حلقة النهاردة المهندس عدلي أشار إلى أنه جاية في توقيت، أديكوا شفتوا المردود العام اللي حصل سواء اللي فات أو اللي جاي. عشان كده كان العنوان الوحيد لحلقة اليوم هو الأهلي بين هلالين. وخلينا أقول لكم، بين هلالين يمكن في اللغة الهلالين القوسين الصغيرين. طبعا هي جاية بين هلالين، هلال السودان وهلال السعودية. بين الهلال السعودي الزعيم اللي الأهلي حقق عليه فوز كبير في مباراة تحديد المركز الثالث في كأس العالم للأندية بعد أداء رائع جدا، هتشوفوا مردود وتعليقات كتيرة عليه في الجزء المهم من حلقة اليوم، وهلال السودان الشقيق اللي بيترقب الأهلي مباراته غدا الجمعة الساعة 3 العصر. لكن بين هلالين الشولتين الصغيرين القوسين الصغيرين في اللغة، هو دربت بل عجبني اللي في الموضوع. كل دولة عربية بتعتبر الهلالين الصغيرين دول، دولة تقول لك بين قوسين، بين شولتين، بين معكوفين، بين ظفرين، بين هلالين. فليكن الأهلي بين هلالين. دائما الشيء اللي انت عايز تركز عليه وعايز توضحه وعايز تخلي الناس تعمل فوكس عليه بتحطه بين القوسين الشولتين أو الهلالين. فعشان كده الأهل لوحده لما يتحط بين هلالين فخامة الاسم تكفي، قيمة الاسم تكفي. وعارفين ليه؟ لأنه رحلة الأهلي إلى الإمارات، بصوا، يكفي أن تتعرف على قيمة الأهلي عن قرب عشان تقدر تدرك حقيقته. وكنا كتير هنا في ملك وكتابة لما بنعاتب بعض الزملاء من الإعلاميين العرب نقول لهم يا جماعة انتوا بتتعاطوا طعم مش سليم، انتوا بتتنقل لكم معلومات عن الاهلي مغلوطه، لو عرفتوا الاهلي على حقيقته لو ما حبيتهوش هتحترموه. غلبنا كتير على مدار حلقات ماضيه واحنا بنناقش هذه الحقيقه، انتوا واصله لكم معلومات خاطئه، وبنحاول نصلح وبنحاول نعدل وبنحاول نقول الحقيقه فين والمنطق فين. كان واحد من هؤلاء الاعلاميين العرب الزميل الاستاذ عبد الله الكعبي، الاعلامي ومقدم البرامج في قناه عجمان. اعتقد حضراتكم فاكرين كتير لما ردينا على الاستاذ الكعبي في كل حاجه كانت مغلوطه بتتقدم له. لما الاهلي بنفسه بقيمته
بلعبته بتحدياته وبروحه راح الامارات وشارك في كاس العالم للانديه، عبد الله الكعبي شاف الاهلي على حقيقته قال ايه؟ نشوف. في القاهرة حين تتجول في شوارعها لا ترى إلا اللون الأحمر، وحين تجوب أسواقها ومقاهيها ترى شعار النصر على الزوايا. في مصر هنا لونين، أحدهما أزرق والآخر أحمر، الأزرق لون النيل والأحمر لون الأهلي. أي هيبة يا كبير أفريقيا، علمت بها عالميا، لم تترك للصدفة مكان ولا الأقدار زمان، هزمت من جاء على طريقك وأرسلت لهم الأفراح من أبوظبي إلى كل مكان، كل زمان للعشاق في كل دول العالم. الأهلي أكثر من كيان، الأهلي أنشودة هذا الزمان، فخر العرب يأتيك كريح الربع الخالي العاتية، كجبال طويق الشامخة، كهرام مصر التاريخية، كصحراء الكبرى تضيع فيها من قوته. الأهلي تماماً كالبحر الأحمر، هنيئاً للعرب فريق كهذا زعيم العرب الكبير. كان لنا خلافاتنا مع بعض الإعلاميين ومنهم الأستاذ عبد الله الكعبي عندما كان يتم يعني سرد بعض المعلومات المغلوطة عن النادي الأهلي، وكنا بنصوبها، لم تكن خلافات شخصية ولا مع الكاتب وإنما كانت مع المكتوب. ولكن عندما أقول لكم أن يصبح الأهلي ثقافة يستوعبها العالم، هذا ما حدث تماما يا أستاذ إبراهيم، وإحنا هناك وكنا شهود عيان عليه. الناس ناس كتير كانت تقابلنا بالاحتكاك بالنادي الأهلي، بالاحتكاك بقراراته، بالاحتكاك بطريقته في معالجة الأزمات، بالاحتكاك بترفعه عن الدخول في مهاترات. كانوا بيجوا في الآخر يعترفوا بأن الأهلي لا مختلف فعلا، وأن الأهلي الذي جاء إلى مهمة، كان في ناس بتقول انسحبوا، وكنا بنقول لهم ننسحب إزاي؟ ده تاريخ، ننسحب منه إزاي؟ دي أمور إحنا يعني لازم نحط بصمتنا فيها بقدر الإمكان، تاخد بالأسباب. صحيح. هي المشكلة أن هناك دائما ضوء في نهاية النفق لا تصل إليه إلا بالأخذ بالأسباب. صحيح. مهما كانت تبدو مستحيلة وصعبة، لكنه الأهلي وثقافة الأهلي التي تلقفها الجميع ويتنظرون بها ويتحدثون عنها. الكل كان يرى كيف يتجاوز الأهلي مونتيري الذي هجم منه مرتين وبكامل الصفوف، أخرهم هديمة سقيفة ثقيلة من 10 سنوات. ثم تتجاوز وأنت في حالة من النقص الحاد في الصفوف، لا يصادفك التوفيق في ماتش بالميرس، ولكن تشوف بالميرس عمل إيه المرة دي عشان يقابلك. حاول يحرمك من كل عناصر التفوق، حتى الجمهور أن يأتي حوالي 7800 مشجع، شوفوا خدوا على الأقل من 180 ل 200 طيارة عشان يجوا من البرازيل عشان 20 ساعة 20 ساعة لا طيارة. عشان يحرموك من فقط مؤازرة جماهيرية قيل أنها وثبت هذا القول الداعم الرئيسي للنادي الأهلي ومطلق فنقص الصفوف. الهزيمة بدأت من المدرج، هزمت ولكن أيضا هزيمة بشرف فيها مقاومة، لأن أنت لعبتك حتى اللي جولك من المنتخب لعبوا بعد أقل من 18 ساعة، شيء مستحيل. ثم تأتي ثالث المستحيلات أو الصعوبات الكبرى، الهلال يكتسح الجزيرة، الهلال يحرج تشيلسي، الكل يرى يعني هجوم كاسح وأجسام فارعة وقوية واستعداد ودعم، ولكن يأتي الأهلي في ظل كل هذه الصعاب عشان يوريك أداء من الدقيقة الأولى هو الأفضل للنادي الأهلي في تاريخ المشاركات في الأندية. ده كان كلام مهم جدا، أكيد عندنا تفاصيل وكواليس كتيرة فيه في حلقة النهاردة. وانتوا فاكرين الحلقة اللي فاتت قلت للمهندس عادل هسيب لك كل الكواليس لحلقه النهارده بعد ما رجع لنا من دور البرد، بنقول له الحمد لله على السلامه. لكن على ذكر الاهلي والقيمه الفاليو، كان امبارح في مؤتمر مهم جدا في النادي الاهلي مع شركه فاليو اللي تعاقد معاها النادي الاهلي على تسويق عضويات النادي. كان مؤتمر مهم فيه تفاصيل كثيره، تحدث فيه الكابتن محمود الخطيب عن الاعلان عن هذه الشراكه مع شركه فاليو. نشوف جانب من كلمة الكابتن محمود الخطيب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة في البداية وقبل ما أتكلم على موضوعنا النهاردة، حابب بس أن أنا الأول أشكر أعضاء وجماهير النادي الأهلي لدعمهم المستمر للنادي الأهلي في كل المجالات، وكمان أهنيهم ببرونزية كأس العالم للأندية للمرة الثالثة الحمد لله في تاريخ النادي، وكمان للمرة الثانية على التوالي، وده إنجاز جديد بيضاف لإنجازات النادي الأهلي من 1907. هنا لازم بس أقف برضو مع الظروف الصعبة اللي مرت خلال الفترة اللي فاتت بالنسبة للنادي الأهلي في بطولة دي، بطولة كأس العالم للأندية اللي بتتزامن البطولة دي مع نفس بطولة كأس أفريقيا أمم أفريقيا اللي كانت في الكاميرون. النادي الأهلي بيمثله 9 لاعبين، 6 مصريين و3 جنسيات أخرى كانوا مع منتخبات بلادهم. حاولنا من البداية من زمن قبل البطولتين بفترة طويلة نخاطب كافة الناس المسؤولين سواء في الاتحاد المصري لكرة القدم أو في الاتحاد الأفريقي أو في الاتحاد الدولي عن طريق الاتحاد المصري. يا جماعة ده في تضارب قوي جدا، مش بس الفترة المتزامنة وفي نفس التوقيت، انت بتاخد لعيبة كتير على مدار شهر أو أكتر من شهر. الرؤية الفنية والالتحام الفني اللي هو مع المدرب ومع بقية اللعيبة مش هيسمح للولاد ان هم يكونوا موجودين. بس هنا مصر قبل كل شيء، مصر اولا، عشان كده النادي الاهلي باستمرار ما قالش يعني مجرد احنا وجهنا او قلنا وجهة نظرنا، لكن في النهاية هنتعامل لان هو ده النادي الاهلي وده حق البلد علينا ان احنا الاول منتخبنا ثم النادي الاهلي. الظروف الصعبة دي مع الانجاز اللي حصل، هنا لازم اشكر كل اللاعبين والجهاز الفني والإداري والطبي والعاملين والعمال في النادي، كل واحد قام بدوره على أكمل وجه، قام بدوره وهو باصص بس إزاي يرفع علم ولوج النادي الأهلي في المحفل العالمي الموجود ده، إزاي يلعب بقلب وبروح علشان اسم مصر في بطولة عالمية ثم النادي الأهلي. فأنا بشكرهم جدا لأنهم الحقيقة قاموا بدور يعني هايل. كمان مش عايز أنسى أشكر دولة الإمارات العربية الشقيقة الحقيقة اللي احنا لاستضافتهم ولحسن الاستقبال وكرم الضيافة. الناس الحقيقة ما قصروش كل المستويات، سواء على مستويات الدولة أو على مستويات الإعلامي أو حتى الشعب، كنا حاسين احنا بنلعب في وسط مصر، والإعلام كل واحد فيهم قام بدوره برضه تجاه بلده الثانية مصر وتجاه يعني النادي الأهلي اللي هم اللي كان ليهم دور في مساعدة النادي انه يقوموا بدور كويس. يعني كمان بهنيهم على التنظيم الرائع ونجاح البطولة. نرجع بقى لموضوعنا النهاردة. موضوعنا النهاردة برحب الأستاذ وليد حسونة والسادة شركة فاليو، الشريك الاستراتيجي للنادي الأهلي. برحب بكل الإخوة الإعلاميين والصحفيين. لكن قبل ما أتكلم على الفكرة اللي احنا عايشينها النهاردة مع بعض، عاوز الأول أحكي لحضراتكم إزاي بدأت الفكرة دي. الفكرة دي بدأت النادي الأهلي بيفكر إزاي يكون عنده موارد، النادي الأهلي بيفكر إزاي يسهل على المحبين للنادي الأهلي يكونوا موجودين ومشتركين. عشان كده قبل الانتخابات اللي فاتت اللي احنا فيها دي او بالمجلس الإدارة ده، قبليها جالي احد اعضاء مجلس الإدارة الاستاذ محمد الضماطي وقال لي يا كابتن انا عندي فكرة كويسة جدا ان احنا ازاي نمول عضويات النادي ونمول كمان اي مدفوعات ممكن تكون موجودة داخل النادي. قلت له بص يا محمد احنا ما عندناش وقت قبل مجلس الإدارة ده ان احنا يعني ناخد خطوة في هذا الموضوع، خليها المجلس الإدارة الجاي لو احنا موجودين هنكمل الموضوع،
لو احنا مش موجودين هندي الفكرة لمجلس إدارة جديد يتابع الموضوع ويكمله. النادي الأهلي دايما بيسلم بعض، عشان كده ده ابتدت الفكرة بهذا الشكل. أول قرارات مجلس إدارة جديد إن احنا عملنا لجنة تنمية الموارد اللي فيها الأستاذ محمد الغزاوي والأستاذ محمد الضماطي والأستاذ محمد الجرحي وبنت النادي لميا مختار، هما الأربعة، ولميا عندها خبرة كبيرة جدا في الاستثمار. الأربعة هدفهم أو اللجنة دي هدفها إزاي يعني يكون ليها دايما أفكار لموارد مبتكرة نستطيع استغلالها عشان نسهل على لما يكون عندنا ماليات مبتكرة بنحاول نسهل أعضائنا في كل الأمور الأخرى يعني. فأنا النهاردة بشكرهم لأنهم الحقيقة قاموا برضو بدور كبير. بعد كده محمد الضماطي قدم الموضوع وابتدوا بقى يقولوا يخدوا الخطوات كلهم مع بعض وقعدوا وخدوا خطوات عشان نوصل للمرحلة اللي احنا فيها النهاردة ويكون معانا شريك استراتيجي لتسهيل دفع العضوية أو تسهيل دفع بعض الأمور أو بعض الأمور المالية الأخرى داخل النادي يتمتع بها أعضاء النادي أو لمحبي النادي الأهلي. شوف اللقطة دي بتلخص حاجات كتير جداً. عندما أتحدث عن الأهلي يتحول إلى ثقافة، إزاي التحرك بين الملفات برشاقة ودقة وتوقيت سليم ومصداقية. دايما الأهلي بيفكر على كل الأصعدة على كل المحاور. حتى وانت هناك في دبي رايح تروج لفكرة العضويات في النادي الأهلي بشكل موضوعي وميداني. ازاي الناس بتاخد من بعضها الكلام وما يترميش في الهوى، يدرس ويتحول من فكرة إلى قرار. اللي قاله الكابتن الخطيب بعد ما نعرف بعض التفاصيل هنكمل احنا معاه مش كده؟ طيب ده جانب من المؤتمر في بداية كلمة الكابتن الخطيب اللي شكر فيها كل من ساهم في هذا الإنجاز سواء في كأس العالم للأندية أو في تعظيم الموارد. ثم تحدث الكابتن محمود الخطيب عن بعض التفاصيل في مشروع التعاقد مع شركة فاليو. نشوف لوحدة صباحا تاني يوم الناس. الحمد لله تم حوالي يمكن 45 عضوية أو 44 عضوية، وده الكلام ده على هامش البطولة، فدولت اشتراكات جدد. بس الفكرة جيدة جدا بالنسبة لنا وهنفعلها بقى، لأن احنا جالنا اتصالات كثيرة جدا من بلاد العربية. فاحنا الفترة اللي جاية هنرتب مع مجلس إدارة هنرتب ازاي نطلع لأكثر بلد عربي عشان نكون قريبين من اخواتنا العرب وفي نفس الوقت قريبين من الجالية المصرية الموجودة واللي يحبوا فيهم منهم هنا او هنا يشترك في عضوية النادي الأهلي. فهنرتب ده في بعض البلاد العربية الفترة القادمة ان شاء الله. احنا كنا لازم نتحرك في العملية دي تسويل عضوية، لان بصراحة لازم الناس كلها فاهمة النادي الأهلي ده نادي غني جدا. الحمد لله النادي الأهلي غني بجمهوره، غني بأعضائه، غني بتاريخه، غني باسمه. لكن مش الناس فاهمة ان النادي الأهلي عنده فلوس وعنده، لا بالعكس، احنا محتاجين فلوس كتير جدا. الطفرة الإنشائية اللي انا هتكلم مع حضراتكم عليها واللي انتوا شفتوها دلوقتي وهتكلم مع حضراتكم عليها، الطفرة دي كلفت مبالغ ضخمة جدا. لكن النادي الأهلي النهاردة ما يكون عنده 4 فروع على الأرض موجودين شغالين، 3 شغالين وفرع آخر التجمع إن شاء الله قريب بإذن الله هيكون يعني تواجد والناس هتستخدمه إن شاء الله. جزيرة فرع الأصل النادي أو بداية النادي الجزيرة، ثم مدينة نصر، ثم الشيخ زايد، ثم التجمع إن شاء الله. جماعة كلام ده دور النادي الأهلي، توسيع الرقعة الرياضية والثقافية والاجتماعية في مصر، ده دورنا للبلدنا نعمل ده. ودورنا نعمل منشآت زي اللي حضرتك شفتوها دي، نعمل منشآت يعني بالشيء المتكامل ده وبالأسلوب المتكامل ده، لأن ده هيخدم أجيال كتير جاية. هنا النادي الأهلي كمان بيخدم، وده أمر مش غريب، النادي الأهلي دوره مع المجتمع ودوره مع بلده. جميع المنتخبات لكل الألعاب تقريبا النادي الأهلي بيمثل المنتخبات دي بأكتر من 50%. فالنادي الأهلي ده دوره تجاه وطنه وتجاه بلده.
النادي الاهلي لازم نوفر بقى احنا ملاعب ونوفر يعني عناصر نجاح لاولادنا الرياضيين ان هم يخدموا بلدنا ان شاء الله قبل النادي الاهلي كمان، وكمان نوفر عناصر الثقافه والاجتماع لشبابنا واولادنا وعائلاتنا ازاي يتمتعوا بالنادي الاهلي، وازاي نخلق اجيال جديده على اسس سليمه باذن الله. عشان كده انا يمكن بتكلم، وده يمكن امر محتاج احنا فعلا علينا، وده امر مش سر، احنا علينا مديونيه واضحه جدا لبعض الهيئات اللي اشتغلت معانا. اشتغل معانا برضو النادي الاهلي بيشتغل مع جهات كلها سياديه زي المهيئه الهندسيه، زي جهاز المشروعات، زي المخابرات العامه والمخابرات الحربيه. دي كل اللي عمل الشغل ده اللي حصل معانا احنا، لان هم الحقيقه احنا ليه عملنا كده؟ لان سرعه التنفيذ يعني مش عايز اخش كمان بقى في مناقصه ومناقصه تجيب مناقصه، لا هم بالحقيقه ادونا، او احنا لما نسد الكلام دوت احنا مطمنين ان الامور كلها تمشي بشكل سليم. يعني هنا النادي الاهلي صرف في خلال الاربع سنين اللي فاتوا دولت اكتر من 1,600,000,000 جنيه. طب دول يتحصلوا ازاي؟ يعني دول نجيب ايرادات منين؟ احنا بنسعى ورا بعض كده دايما عشان نجيب ايرادات، فاحنا ده مهم جدا. لكن احنا برضو طلبنا الحقيقه من وزاره الشباب والرياضه السيد الوزير، طلبنا منه ان يكون هناك دعم، لان احنا الكم الكبير ده اللي تم انشائه في خلال اربع سنين طلبنا الحقيقه دعم، وطلبنا الدعم حتى ما توجهش للنادي الاهلي، يروح للهيئه الهندسيه، يروح لجهاز يعني يروح لبعض الجهات اللي اشتغلت معانا. ومع ذلك احنا طبعا مقدرين جدا هذه الظروف، لكن انا بقول لحضراتكم على الواقع اللي موجود هنا. كمان لازم ارجع، طب يعني الوزاره الشباب والرياضه مشكوره من سنه 2018 و2019 و2020 و2021 الدعم اللي وصل للنادي الاهلي في الفترة الاربع سنين دولت 5,150,000 جنيه. دي بتدينا احنا بقى ان احنا مش هنقعد ساكتين، يعني احنا عايزين نجري، عايزين نطلع موارد اخرى، عايزين عندنا ناس في عندنا افكار مبتكره جديده. كمان انا عارف ان احنا ليه انا بقول الرقم ده، عشان في بعض الاعضاء اللي هم اهالينا وهم من عيله الاهلي الواحده يعني كانوا زعلانين شويه ان احنا زودنا بعض الرسوم الاكاديميات وكده. يا جماعه دي بقالنا خمس سنين ده ما زادش خمس سنين، والزيادات بقى كل انت حضراتكم كلكم عارفين يعني الزيادات في المرتبات سواء اللاعبين ولا العاملين ولا الموظفين ولا سواء الالتزامات الاخرى من الصيانه في كل انواعها، زياده كل العناصر الاخرى اللي هي، فكنا لازم نفكر. فاحنا حاجه بسيطه جدا وعلى هامش بسيط جدا عملنا ده، فارجو ان هم يعذرونا، لكن احنا بنجري ورا بعض الحقيقه عشان نحاول نجيب موارد مبتكره جديده كويس للنادي الاهلي. عشان كده احنا النهارده من الافكار دي بفكر ان احنا موضوعنا النهارده بقى هنا الشراكه مع شركه فاليو، الشريك الاستراتيجي للنادي الاهلي. وحسيب بقى الاستاذ وليد حسونه يتكلم عن تفاصيل الموضوع والرد على اي استفسارات حضراتكم عايزينها قبل توقيع التعاقد. انا الحقيقه طولت عليكم شويه، بس كنت انا ما بتكلمش كتير، فانا يمكن فرصه قلت اجمع كذا حاجه ورا بعض كده عشان نتكلم فيها. بشكركم جدا جدا، وبشكر كل الساده الحضور، بشكر شركه فاليو، ودايما النادي الاهلي في تقدم وازدهار ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وهو ده اللي انا يعني كنت اعنيه بالاخذ بالاسباب، التحديات، المسؤوليات الكبرى، وان النادي الاهلي من كلام الكابتن خطيب اللي وضح بسرعه كده في عناوين حجم الالتزامات الهائل الذي يقوم بها النادي الاهلي لدعم انشاء البنيه الاساسيه وفروع النادي الاهلي والامتداد الى مناطق تخدم الشعب والرسالة المجتمعية اللي بيقوم بها النادي الأهلي. وكمان لما اتكلم مكرر وأكد مرة تانية مصلحة مصر فوق الجميع، وده اتكرر في مشهدين بس هذا العام. المنتخب الأولمبي عندما قرر النادي الأهلي أنه يلعب أربع ماتشات
فيها مخاطرة هائلة بفرص النادي الأهلي في الدوري، ينقصه 4 أو 5 عناصر مهمين جدا من دعاماته الأساسية لصالح المنتخب الأولمبي. ما قالش لا مش هلعب غير لما تنتهي البطولة ويرجع للعيبة. يتكرر الأمر، وهذه المرة في محفل أصعب كثيرا اللي هو بطولة العالم للأندية. انت النادي الأهلي هيروح يبقى قبلة العالم، احد الناس اللي الكيانات اللي هتكتب عليها بشكل يكاد يكون يومي. ولذلك رب ضارة النافعة، والله يكافئ دائما المجتهد. عندما يقرر النادي الأهلي يلعب بالناشئين في 85 يكسب كأس مصر ويكسب الزمالك وثم ثم ثم 3 ماتشات ورا بعض، والآن الأهلي يخوض هذا يعني التحدي الهائل جاي السنة اللي فاتت من ثالث برونزية العالم، مش عايز يعني يخزل جماهيره في أقل من هذا، فيلعب بهذا النقص الحاد في الصفوف، يلعب في ظل إصابات كثيرة، يلعب في ظل إرهاق جامد جدا لعناصره الدولية، فيكرر الأمر ويكافئ أيضا. ولكن أيضا هو تحدث أستاذ إبراهيم على فكرة أنا مش هستنى، أنا عايز دعم، لأن عندي بنية أساسية. والنهاردة كل الأندية الكبرى لما بتيجي تنشئ، أنا مش طالب دعم ترفيهي، أنا مش طالب دعم علشان لا أجيب لعيبة أو أجيب لاعب محترف أو أجيب مدرب محترف. لا، أنا عايز دعم علشان أنا بنشئ الدولة ليها من خلال مؤسساتها زي الهيئة الهندسية وغيره وغيره، ليها مستحقات. لا الراعي بيدفع لي في كل مستحقاتي في موعدها، والدولة كان أحد فلسفات الدولة أنا هديلك في البنية الأساسية لكن مش هديلك في الأنشطة ولا الخدمات ولا الحاجات دي، وإحنا موافقين على هذا. ولكن أيضا عشان الجدية تبان، أنا هبتكر برضو من الوسائل وهضغط بكل الوسائل إن أزود دخلي، وأنا بطلب الدعم مش مستني، أنا باخد بالأسباب. هذه ثقافة النادي الأهلي يا أستاذ إبراهيم التي العالم ابتدى يشوفها، وأنت لمست هذا وإحنا في الإمارات، الناس كلهم مستغربين من أول إنفنتينو لحد أي واحد مسؤول في اللجنة المنظمة اللي بنشكرها جامد جدا على ما بذلته من جهود إنها تفي بطلبات كل الوفود اللي موجودة بإعلامها بجماهيرها بي في ظل ظروف الكورونا الصعبة. ولكن البطولة حققت نجاح جماهيري غير مسبوق. يعني بقول لك أنا لما تيجي طيارات بالشكل المكثف ده عشان بالميراس وقبليها نادي الهلال، ولكن في النص يقاوح جمهورك اللي موجود في الإمارات واللي جاي لك من مصر، وإحنا في نماذج هنا عايزين برضو نتكلم عليها من الشباب اللي جاي من مصر، وكان يرسل إلينا إحنا رسالة التفاؤل قبل المباراة. صحيح، ده كان مؤتمر مهم جدا. حضراتكم شفتوا كلمة الكابتن محمود الخطيب فيه، وتحدث كمان الأستاذ وليد حسون رئيس شركة فاليو، وعرض التصور العام اللي أكيد حضراتكم تابعتوه، واللي مهتم يعمل عضوية النادي الأهلي أظن الفرصة لسه متاحة قبل بداية أبريل وارتفاع رسوم العضوية حسب ما قرر مجلس إدارة النادي. لكن أعتقد الكلمة كانت شاملة، سواء فيما يتعلق بالبنية التحتية وحجم الإنشاء، أن النادي الأهلي في خلال 4 سنين يا جماعة يصرف 1,600,000,000 جنيه إنشاءات. دي مسألة بتصب في خانة دعم المنشآت الرياضية، إزاي تقدر فعلاً تسري الحركة الرياضية إنشائيا بهذه المنشآت الضخمة الكبيرة اللي بتخلي مصر في أي بطولة تفي بكل التزاماتها أو بكل تنظيماتها وعلى أعلى قدر من المستوى. وكان الإسناد المباشر للشركات أو للجهات السيادية في الدولة زي ما الكابتن الخطيب قال، ضمان سرعة التنفيذ ودقة التنفيذ وانضباط التنفيذ والشفافية. دي كانت مسائل، ما هو الانضباط، دي كانت مسائل مهمة جدا أعتقد لخصها الكابتن الخطيب في هذه الكلمة. هنطلع لفاصل، وبعد الفاصل نتواصل.
اهلا بحضراتكم من جديد. اذا كان الاهلي بين الهلالين، الهلال السعودي وقد فاز الاهلي ورجع من الامارات ببرونزيه كاس العالم، فقد سافر بالامس الى العاصمه السودانيه الخرطوم ليواجه شقيقه السوداني الهلال في الثالثه بعد ظهر غد ان شاء الله الجمعه في بدايه او في الجوله الثانيه لدوري ابطال افريقيا. معنا من الخرطوم الزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي ضمن البعثه. مساء الخير يا كريم. مساء الخير يا استاذ ابراهيم المنسي، تحياتي ليك طبعا وتحياتي للبشمهندس عادل القيعي وتحياتي لكل جمهور النادي الاهلي، وبقول للبشمهندس عادل الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. فضل. كريم يا ريت تضعنا في الصوره كامله عندك وحاله الفريق ومدى الاستعداد لمباراه الغد. يعني نقدر نقول بانتهاء تدريب اليوم اللي كان على ملعب الجوهرة الزرقاء خلاص انتهت بقى الاستعدادات الخاصة لفريق النادي الأهلي بالنسبة للتدريبات والتحضيرات لمواجهة الغد إن شاء الله ثلاثة إن شاء الله عصرا هنا بتوقيت الخرطوم، الهلال السوداني والنادي الأهلي إن شاء الله في الانطلاقة اللي بنتمناها وبنأملها إن شاء الله تكون انطلاقة جيدة وقوية لفريق النادي الأهلي كعادته زي ما عودنا النادي الأهلي فصل كبير جدا بكل البطولات، بنفرح في أوقات معينة، بنقفل على طول الصفحة، بنبدأ نفكر بدوافع جديدة برغبة جديدة بإصرار جديد إن شاء الله في هذه البطولة، وبإذن الله إن شاء الله حلمنا كبير جدا ان احنا نحقق البطوله للنسخه الثالثه على التوالي. ده هيبقى مجهود كبير جدا كعاده النادي الاهلي ومجلس ادارته ولاعيبته والجهاز الفني ان شاء الله باذن الله كل الترتيبات والتحضيرات تصب في مصلحه النادي الاهلي في ال 90 دقيقه اللي بنعملها ان شاء الله تكون من نصيب النادي الاهلي. يعني عايز اقول لك طبعا يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم النهارده طبعا اليوم كان مليء شويه بالاخبار، يعني بدايه طبعا من صباح اليوم النهارده كان في المؤتمر الصحفي كان 2:30 و3 طبعا عصرا هو موعد المباراه، وكان تدريب فريق النادي الاهلي على ملعب الجوهره الزرقاء 15 دقيقه المعتاده طبعا لكل وسائل الاعلام اللي حرصت ان هي تكون متواجده طبعا لمشاهده طبعا النادي الاهلي وتسجيل طبعا لقاء طبعا بيتسو موسيماني والاطمئنان بشكل عام على الحاله الخاصه بفريق النادي الاهلي، ثم طبعا الامور الخاصه بها المحاضرات الفنيه المستمره الحقيقه من بيتسو موسيماني، راجل بيحضر بشكل كبير جدا لهذه المباراه من هو الحقيقه في كاس العالم، طالب طبعا محللي الاداء ان هو يقف طبعا على كل نقاط القوه والضعف من خلال لقطاته الهايلايتس الخاصه بنادي الهلال السوداني، الراجل مميز الحقيقه في هذا الامر في الاستيعاب وفي القراءه الفنيه، بيطبق نظري في المحاضرات وبيبدا يطبق عملي كمان في التدريبات. النهارده التدريب كان جيد جدا لفريق النادي الاهلي، هو كان 60 دقيقه، معالم التشكيل طبعا كان مختفي النهارده، الراجل ما حاولش ان هو يظهر كل الامور الخاصه بيه التشكيل، لكن كان في جديه كبيره، الراجل النهارده حاول ان هو يعمل بعض الكورسات، بعض التصويبات، بعض التمركزات الخاصه بالجمل التكتيكيه، الجديه واضحه جدا مع لعيبه النادي الاهلي واضحه كمان في فندق الاقامه، الكل بيركز من المطعم الى الغرف الى المحاضرات الى التدريب، هي 24 ساعه مش وقت طويل طبعا، انت عارف يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم هي سفرية سريعة شوية لكن فيها شغل كبير وفيها مجهود أكبر لأن لعبتنا رجع من مجهود كبير جدا في كأس العالم الحقيقة مع الجهاز الفني، لكن بطمنك الحقيقة وبطمن كل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي المعنويات مرتفعة والتركيز كبير جدا، إن شاء الله يكون التوفيق معانا وغدا بقى الأمور تكون ماشية بشكل طيب جدا، وده اللي بنأمله إن شاء الله باشمهندس عادل يا أستاذ إبراهيم. طيب درجة حرارة الجو والطقس بشكل عام وفي ميعاد المباراة هل عندك تكهنات الجو هيبقى عامل ازاي؟ وهل في حد من المصريين اللي هناك تواصل مع البعثه ولا لا؟ يعني عيشنا كده الاجواء شوي. الحقيقه يا باشمهندس عادل طبعا درجه الحراره هنا مرتفعه بشكل كبير جدا، يعني في توقيت المباراه والنهارده يمكن شفنا هذا الامر، درجه الحراره بتصل ل 35 مع ارتفاع شويه في الرطوبه. الامر ده طبعا يعني طبعا بيأثر شويه على اللاعبين، لكن النادي الاهلي لعب في اجواء اكتر من كده صعوبه، لكن كنا بنعملها تكون المباراه في السادسه على الفريقين الحقيقه، يعني زي ما اكدنا وقلنا ملعب الجوهره خلاص تم تجهيزه بالنسبه للاضاءه وخلاص يمكن خدوا موافقه على هذا الامر، لكن طبعا هو اختيار خاص بنادي الهلال السوداني، لكن النادي الاهلي الحقيقه لعب النهارده على ملعب الجوهره الزرقاء، اطمن على ارضيه الملعب، داسوا في ارضيه الملعب بشكل كبير، نقدر نقول الارض مقبوله ان شاء الله باذن الله تكون عامل مساعد لفريق النادي الاهلي في مباراه الغد. التواصل مستمر الحقيقه طبعا. لا الارض فضل الارض شمس. الارض نجيل طبيعي ولا صناعي؟ لا نجيل طبيعي يا باشمهندس عادل، يعني يمكن كان في بعض الاخبار بتقول ان الملعب الجوهره الزرقاء تم تغيير ارضيه الملعب الى نجيل صناعي ويمكن ده كان هيبقى ليه تاثير كبير لعيبه النادي الاهلي، لكن النهارده شفنا الامر عملي خلاص، يمكن النهارده اللعيبه اتدربت نجيل صناعي، تم تظبيط الملعب شويه نوعا ما، يعني ما نقدرش نقول الملعب جيد جدا لكن ملعب مقبول ملعب الجوهره الزرقاء مقارنه بمشاهدتنا طبعا في اخر مباراه جمعت فريق النادي الاهلي هنا في السودان مع الهلال السوداني، لكن ان شاء الله باذن الله الامور دي كلها تكون في مصلحه النادي الاهلي، تكون التركيز كبير معانا، وجود الحقيقه كمان نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي
الاستاذ العامر فاروق برفقه طبعا الكابتن حسام غالي عضو مجلس اداره النادي الاهلي للترتيبات الخاصه الاداريه لاستمرار على طول، حسام عيسى طبعا سفير مصر هنا. الاتصالات مستمره الحقيقه والترتيبات مستمره الامنيه والتحركات امتى هنتحرك من الملعب الامور ماشيه ازاي، فيمكن هو ده اللي احنا بناكد عليه. لكن املنا بكره كمان ده الامر المهم جدا، موعد المباراه ويوم المباراه وتحركنا الى ملعب الجوهرة الزرقاء اللي بيبعد عن فندق الاقامه 20 دقيقه بالتامين. يعني يمكن في تصريحات بتقول ان هو ممكن يبقى اقل من كده كمان بالنسبه ليوم الغد، بالنسبه طبعا لتحركنا من فندق الاقامه الى ملعب المباراه. الامور طيبه حتى هذه اللحظه ان شاء الله باذن الله، يعني بنامل باذن الله جمهورنا المتواجد معانا والجاليه المصريه الحقيقه وجمهور النادي الاهلي، يعني في لفتات بسيطه جدا شفناهم في المطار فور وصلنا طبعا ونادوا على كل اللعيبه واشادوا طبعا بادائهم الكبير جدا، راحوا النهارده للتدريب وحاولوا ان هم يشجعوا اللعيبه. عدد قليل جدا لكن احنا عارفين يعني اي عدد بيكون متواجد من جمهور النادي الاهلي بيبقى تاثيره كبير وبيوصل لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله المردود يكون كويس جدا بالنسبه للغد وتكون المباراه مناسبنا باذن الله. حاله اللعيبه في التمرين النهارده كويسه يا كريم؟ يعني بطمنك حاله جيده جدا وواضح التركيز جدا، يعني انت عارف التدريب الاخير بيكون مهم جدا لكل اللعيبه وبيبان وبيدينا انطباع جدا على اهميه المباراه وحاله اللاعبين ووعيهم الكبير وعارفين اهميه البطوله. لا النهارده التصويبات كان فيها تركيز، موسيماني اشاد الحقيقه بالتدريب النهارده، يعني اقول لك 60 دقيقه كان فيها شغل كبير جدا لكن الجديه واضحه والتركيز واضح. اللي بنعمل فيه زي ما بقول لك يا باشمهندس عادل يا استاذ ابراهيم التوفيق، حاله اللعيبه، دخولنا في المباراه، قراءه بيتسو موسيماني، التشكيله يكون متواجد، كل الامور دي ان شاء الله تكون معانا بكره، لان خلاص ما نقدرش نقول طبعا ان مين غايب او مين مش غايب. الغيابات كتيره جدا عندنا وذكرناها طبعا، الشناوي، وليد سليمان، بدر بنون، عمار حمدي، اكرم توفيق، صلاح محسن، ايمن اشرف، بيرسي تاو، قامات كبيره جدا ولاعبين كبار جدا. لكن الاهلي بمن حضر ده شفناه بكاس العالم بعدد كبير من اللعيبه اللي كانوا متواجدين، لكن قدروا ان هم طبعا يدوا هذه الرساله. اي حد يكون متواجد، اختلاف الاماكن ما بيأثرش، اختلاف الطقس، المناخ، ارضيه الملعب، كل الامور دي هو هدف عند لعيبه النادي الاهلي وهدف عند مجلس الاداره وهدف ايضا كمان عند الجمهور، وهو الحصول على البطوله ان شاء الله. 11 اهلي، النداء والهتاف المستمر ان شاء الله من مباراه الغد حتى نهايه البطوله، وان شاء الله تكون هذه البطوله من نصيب النادي الاهلي. اخر سؤال بقى، هل تشعر ان اللعيبه والاجواء بتاعه البعثه، خرجنا من احتفاليه كاس العالم ودخلنا في اجواء يعني فعلا الفصل حصل وطوينا الصفحه وداخلين بشكل كامل بجديه كامله؟ بالتاكيد يا باشمهندس، بالتاكيد ما يميز النادي الاهلي ولاعبيه هو الفصل التام والمهم جدا طبعا بين كل البطولات، بنطلع من بطوله الدوري ندخل في البطوله الافريقيه كاس العالم، بنعود بنفرح وقت قليل وجمهور النادي الاهلي بيفرح وقت قليل واللعيبه، لكن الفصل مهم جدا وده الحقيقه ما يميز الجهاز الفني ولاعيبه النادي الاهلي. اللعيبه مركزه بشكل كبير، الافراح انتهت خلاص، احنا عايزين نحصل بعد كده، عايزين نروح كاس العالم تاني، خلاص هو ده اللي هيودينا كاس العالم، البطوله الافريقيه دي اللي هتودينا كاس العالم مره ثانيه، فالفصل موجود والتركيز موجود ان شاء الله باذن الله. المناخ والظروف والاجواء والطقس كل الامور دي ان شاء الله تصب في مصلحتنا، و90 دقيقه ان شاء الله غدا تنتهي بمشيئه الله على سلام، ويقدر النادي الاهلي ان شاء الله يحقق نتيجه ايجابيه تكون انطلاقه جيده جدا في مشوار النادي الاهلي في البطوله الافريقيه باذن الله. يا كريم شكرا جزيلا ليك، وان شاء الله كل التوفيق في مباراه الغد باذن الله ويرجع لنا الاهلي باول 3 نقط. شكرا جزيلا للزميل كريم احمد موفد قناه الاهلي الى الخرطوم. وزي ما قال كريم الكل مركز على فكره، البطوله دي اكبر دافع فيها ان شاء الله إنه هذا الجيل من اللاعبين عنده فرصة يسجل ما لم يسجله أي فريق أو أي جيل سواء في الأهلي أو غيره. الفوز بدوري أبطال أفريقيا بإذن الله تعالى للمرة الثالثة على التوالي ده هيكون رقم قياسي في تاريخ القارة، لم يسبق لأي فريق سواء الأهلي في جيل سابق في دوري الأبطال بالنظام الجديد إنه حققها 3 مرات على التوالي، هذا لم يتحقق لأي فريق أو لأي جيل. نتمنى إن شاء الله إنه يكتب التوفيق للجيل الحالي من اللاعبين ويكون ده الدافع القوي ليهم إنه يدخلوا التاريخ بقوة. أنا الدافع القوي ليا حاجة كمان بالإضافة للكلام ده، أتمنى الفوز حتى تتاح الفرصة للنادي الأهلي من الاقتراب من ريال مدريد على صدارة الأندية الأكثر تدويجا على مستوى العالم. كان الفارق 6 بطولات بقوا 2، لو ربنا سهل وكسبنا عندك فرصه سوبر معاها كمان وتعثر ريال مدريد ولما يعني يفوز بالبطوله الاوروبيه يبقى في فرصه سانحه او فرصه موجوده، فانت بتاخد طموحنا بقى في الحته دي يا استاذ ابراهيم. تملي بنفكر بالشكل ده. بس انا عايز بسرعه كده اضيف
على بعض الكلام اللي الناس توترت عليه والمشاكل اللي مانش شاف لها يعني سند على ارض الواقع ولا مبرر عن توترات وتصريحات مسؤولين وكده. اعتقد ان احنا كلنا جربنا فكره التوترات والحساسيات اللي بين الاشقه وانها في لحظه ما بتحصل ولكن بتنتهي لصالح الشعوب وبتنتهي لصالح وشائج الصله. واعتقد ما حدث من عده سنوات في موضوع الجزائر لا يتكرر. النهارده علاقتنا بالجزائر على اعلى مستوى حتى على المستوى الشعبي. احنا نتمنى ان احنا ناخد الرياضه في سياقها ما بلاش بقى ناخدها في اي حته تانية لان ما حدش في ايده حاجه في الاخر. كل القرارات اللي بتتاخد اوعى تصدق انك تقدم طلب والا كنا لعبنا كاس العالم بلعبتنا مش كده؟ ما قدرناش وضغطنا وعملنا اللي احنا عايزينه. لا قدرنا نغير ميعاد كاس الامم الافريقيه ولا قدرنا نغير ميعاد كاس العالم. مش في ايد حد. دي سياسات اكبر جدا جدا ومؤسسات اكبر جدا جدا مما يبدو عليه الامر. فاحنا خلينا في الرياضه اللي تجمعنا، الرياضه اللي تقوينا كلنا مع بعضينا، خصوصا ان احنا في حقيقه الامر شعوب بتحب بعضها. صحيح. يعني فارجو ان الامور تخلص في سياق رياضي في كل الاحوال لان الرياضه تجمع ولا تفرق. ده بالتاكيد. طيب مستر بيتسو موسيماني اللي سجل او احرز دوري الابطال مرتين، برونزيه كاس العالم مرتين، اعتقد انجاز كبير جدا. كيف يشعر بيتسو موسيماني قبل بدايه الدور المجموعات في هذا التحدي الكبير وقبل مباراه الاهلي والهلال نشوف بيتسو موسيماني في المؤتمر يعني؟ الصحفي والسوبر ان شاء الله. كده الحمله بتاعتنا عشان بطوله افريقيا عشان نحافظ على اللقب. اول مباراه ودايما اول مباراه بتبقى صعبه because we don't know each other very well. لسه مش عارفين نفسنا، مش عارفين الفرق التانية كويس بشكل كويس. Yeah, first games are always difficult of course because at this point in time everybody has equal chance to go through to the quarterfinals. So it's not like after a few games played then the other team cannot qualify mathematically, cannot qualify. So then you play in a different spirit, but the first games, everything is equal, so they are difficult games for everybody. هو بيقول لك الماتش الاولاني بيكون دايما صعب لان الماتش الاولاني بيكون الفرق كلها فرصها متساويه، مش بيبقى عايز يكون تلعب ماتشات حسابيا في فرق خرجت من المنافسه فبتلعب بروح مختلفه. دايما الماتش الاولاني في دوري المجموعات بيبقى صعب لان كل فرق بتحافظ على فرصها وبتحاول تنافس توصل لدور ربع النهائي. And starting away and we know that Hilal is a strong team, it's a good team. They won the league last year, so we understand that we playing against a very good team. وبنلعب اول ماتش هنا في دوري المجموعات خارج ارضنا وبنلعب قدام فرقه كبيره زي فرقه الهلال. عارفين الهلال فاز بالدوري السنه اللي فاتت وعارفين فريق قوي. Yes, we expect a difficult game of course, but we are here with the mentality of winning the match of course, but we know it's not easy. You're playing against a good team and a big team and you're playing in their home, so it will never be easy. طبعا احنا متوقعين هيكون ماتش صعب طبعا، بس احنا جايين وحاطين في ذهننا ان احنا نعمل نتيجه ايجابيه، بس طبعا مش سهل. بنلعب قدام فرقه كبيره وفرقه قويه وبتلعب على ارضها، فاكيد المنافسه مش هتبقى سهله. طبعا فريق الهلال فريق محترم وفريق كبير في السودان، لازم نحترمه ولازم نديله حقه بصراحه، لان زي ما كنت قال كده خد الدوري السنه اللي فاتت، فده يدينا حق ان احنا داخلين بدايه قويه. لازم نفكر في المباراه بشكل كويس، واحنا مستعدين طبعا للمباراه بشكل كويس جدا. ف يعني الـ نحاول ننسى حته ان الاهلي خارج من كاس العالم للانديه ونركز في المباراه عشان السنه الجايه ان شاء الله نبقى موجودين برده في كاس العالم، بس دي اول مباراه زي ما كوتش قال هتبقى مهمه لينا ولازم نركز لها كويس جدا، لان ده هي بدايه المشوار بالنسبه للنادي الاهلي يعني في البطوله الافريقيه. فربنا يكرم ان شاء الله وتبقى نقدر نحققها باذن الله. We don't play for a draw, we always play to win the match, but doesn't mean we will win easily and doesn't guarantee us a win, but our mentality is to win the match.
الاهلي دايما بيلعب على الفوز، ما بيلعبش على التعادل او على اي نتيجه ثانيه. الهدف دايما في كل المباريات الفوز، ده مش معناه ان هنفوز بسهوله وان هيكون ماتش سهل، بس طبعا احنا داخلين المباراه بوهيه الفوز، احنا حاطين في دماغنا ان احنا ننتصر. هو بيسال سؤالين، بيقول انت عندك تحدي كبير، كل المدربين السابقين في النادي الاهلي فشلوا في تحقيق انتصار قدام نادي الهلال، انت هتعامل زي مع الموضوع ده؟ تاني حاجه، النقطه الثانيه، بيقول ان لعبت مع المريخ السنه اللي فاتت في وقت زي الوقت ده الساعه 3، بس كان الوقت الجو كويس، الاجواء كانت كويسه، دلوقتي الاجواء حاره جدا، يعني هيبقى الجو زي دلوقتي بكره هيبقى حار جدا، انت محضر نفسك ازاي لحاجه زي كده؟ والفاست الاهلي ويل بلاي ان اني ويذر. هو بدأ من السؤال الثاني، بيقول لك الاهلي بيلعب في اي اجواء؟ If you go to your country is winter like you going to the south, you going to play Mamelodi Sundowns at this point in time is summer. In North Africa is winter. So wherever you go play, the weather is the way it is. Our team is not meant to play on this weather and not on the other weather. We play on any weather. We have to play, we have responsibility to win. We can't give excuses about the weather. The weather is the weather, is the way it is. So we can't change the climate of the country in that particular country we're going to play. Whether it's raining, you have to play. Well, it depends on what you find. So our team is not based on the weather. Yes, we're not trying to say that we are not looking into any weather. Of course, weather is, it also affects the temperature of the game. If weather was not part of it, then the World Cup in Qatar would have been in May like any other time, but it's been shifted to November because of the weather. So it is there, but it is not there. So it's neither here nor there. Football, it's a game of football. You have to play. Once you start concentrating on the weather and making excuses, you start to lose the game. ولكن النادي الاهلي نادي كبير بيلعب في اي اجواء، وعمر ما تحجج بالاجواء المناخيه. احنا في مصر مثلا دلوقتي الشتاء، ممكن نلعب مع مويدي سان داونز في جنوب افريقيا دلوقتي صيف، الاجواء مختلفه. مش معنى كده ان ده متاثرش، طبعا بتاثر، بس احنا المفروض مركزين، وطبعا المفروض الفرقه الكبيره ما تبصش للحراره او المطره او سعيه او الحاجات المناخيه دي، العوامل المناخيه، بس طبعا اكيد بتاثر، بدليل ان كاس العالم في قطر اتنقل من مايو لنوفمبر عشان الجو الحر. بس احنا المفروض نركز، احنا مش ممكن نعمل كل حاجه على مزاجنا، مش ممكن نتشرط على الاجواء اللي احنا نلعب فيها. انت لازم فريق كبير تلعب في اي اجواء وفوت تحقق الفوز. We played Vita Club was hotter than here. We won. لما لعبنا فيتا كلاب كان الجو حر اكتر من الفتره دي هنا وكسبنا هناك. And we played Simba was hotter than here. We didn't win. ولعبنا مع سيمبا وكان الجو برضه حر زي هنا اصعب هنا، بس خسرنا ما كسبناش. فالجو هو الجو، الطقس هو الطقس، ما بيغيرش. And thanks about the history that you are talking about. بشكر حضرتك على الحته التاريخيه اللي قلت ما فيش مدرب قبل كده فاز قدام الهلال هنا. You never know. We since I've been here, even before I was here, Ali has made history before. هو بيقول لحياتك بشكرك على الحته التاريخيه ان مفيش مدرب قبل كده كسب الهلال هنا مع الاهلي، كسب الهلال، بس ده طبعا ده تاريخ الاهلي، نادي كبير ونادي عظيم من قبل ما ناجي، ومتعود بيضرب ارقام قياسيه وبيحقق انجازات، لان حتى بعد ما جيت كسبنا فرق ما كناش بنكسبها، بس في الاخر انا مش هنا بشكل شخصي ان انا كمدرب اكسب واعمل انجاز ما عملوش مدرب قبل مني، انا هنا الناديين، نادي الاهلي ونادي الهلال، واللي بيكسب هو اللي بيتعامل مع الماتش بشكل افضل من الفريق الثاني وبيكسب. وموضوع الاهلي والهلال ده في الماتش ده، في الماتش ده المعيار هو في الملعب، اللي هيلعب افضل هو اللي هيكسب بغض النظر اذا كان بيكسب قبل كده او ما كسبش قبل كده، هو اهم حاجه اللي هتديه في الملعب. لو اديت كويس هتكسب حتى لو كنت تكسب قبل كده، ولو كنت بتكسب على طول واديت بشكل مش جيد ممكن ما تكسبش. فالموضوع هو النتيجه ومنتوج الشكل الفني ليك في الملعب. So we focus on winning the Champions League. Whether we break the record of Al Ahly with Hilal or not, the main important thing is to win the Champions League, and that's what we are focused on. Because we can win and break the record and don't win the Champions League. Is that what we want? Is that more important than winning the Champions League? It's not important. What's important is to win. هو الاهم بالنسبه لي نكسب دوري ابطال افريقيا، ده الهدف الاساسي بتاعنا السنه دي، بصرف النظر نكسب الهلال او ما نكسبش. احنا ممكن نكسب الهلال ونعمل رقم قياسي ونغير الشكل هو التاريخي الحقيقه التاريخيه، وما نكسبش دوري ابطال افريقيا، ده يبقى كويس. الافضل بالنسبه لنا هدفنا الاسمى وهدفنا الاكبر احنا نكسب دوري ابطال افريقيا بصرف النظر عن نتيجه الاهلي والهلال. But it would be nice also to break the record. Why not?
بس هيبقى افضل طبعا لو حققنا يبقى احسن يبقى كويس لو كسبنا الهلال وضربنا رقم قياسي زي ما حضرتك بتقول او كسرنا الحته التاريخيه دي ليه لا because the generation of the team we have now has got a different mentality لان الفريق معانا الجيل الحالي من اللاعبين انا عقليتهم مختلفه عن الاجيال السابقه and I know maybe with the previous generations we did not win here but Ali has always had good generations of players of teams but this one has got a different mentality this generation بيقولوا في اجيال سابقه عظيمه طبعا في النادي الاهلي كانت قبل كده كانت كويسه بس الجيل ده مختلف خصائص ذهنيا هم يمكن جاهزين اكتر من اجيال ثانيه سابقه فعنده فرصه عندهم افضليه not the big stars that you know of ابو تريكه والكوما بركات we don't have that but we have a different generation that breaks record okay we break records all the time we never won against Monterrey we beat Monterrey Okay, and we beat Monterrey with the players, seven players out in Cameroon. So we broke that record. بيقولوا حياتك ان الاهلي الجيل الحالي يمكن فرص نجوم عندهم مهارات عاليه زي ابو تريكه وبركات والجمعه بس الجيل عنده خصائص مميزه ان احنا بنعرف نضرب الارقام القياسيه وبنادي بشكل جيد يعني عندنا نادي مونتيري اللي هو في كاس العالم اللي قابلناه سبق المكسيك سبق وكسبنا مرتين قبل كسب النادي الاهلي قبل كده كسبنا وعملنا ده رقم قياسي ده ريكورد ده رقم قياسي كسرت حاجه كانت بتحصل قبل كده تاريخيه لاول مره نكسب مدينتين برازيليتين في كاس العالم على مرتين متتاليتين ده برضه يعتبر رقم قياسي او حاجه جديده يعني ريكورد جديد انت عملته فجايز ممكن نعمل ده مع الهلال برضو يعني ده شيء وارد ان احنا هنكسب الهلال Well, I was not here with the previous times Al Ahly has been here maybe Rabia is the right person to answer that question but me no there was never a problem last time we played the Merihe there was never a problem the game was played fair and we went out easily so inshallah and hoping that football is going to be like that but Rabia is the right person to can answer that question because he's been here since 16 17 years بقول والله انا جيت مره واحده ماتش الهلال اللي كان موجود قبل كده ما كنتش انا المدير الفني ما كنتش موجود بس انا عمري ما كان في مشاكل حصلت انا في خلال فتره اقامتي وهنا حتى ما جينا السنه اللي فاتت مع المريخ ما كانش في اي مشاكل وكان الماتش خرج بشكل عادل تحكيميا وكان كل الدنيا كلها كويسه يمكن كابتن رامي ربيعه بقى له 17 18 سنه في النادي هو اللي ممكن يجاوب على السؤال ده لانه بقى له اجل متعاقبه مع النادي الاهلي ممكن يكون عنده اجابه على السؤال ده لكن انا من ناحيتي ما عنديش اي مشاكل مع جماهير النادي طيب ده بيتشو موسيماني صديقك الذي احب ان اراه في المؤتمرات ايوه وبيبين ذهنيه عاليه ولما يبقى كلام في الكوره وفي الامور الطبيعيه وتحت سيطره مش واحد داخل يستفزه ويساله داخل يعمله بيبقى الراجل وقيع جدا وبالعكس انا بحس بذكائه في الاجابات يعني مش جايين نعمل الارقام القياسيه الهدف اهم من الارقام القياسيه ان احنا نكسب بطوله امم افريقيا ونروح تاني كاس العالم للانديه لان انا لو كسبت النهارده او بكره وما روحتش يبقى ما عملتش حاجه لكن لو وانا بكسب وبعمل ارقام حلو قوي وقال جمله مهمه جدا 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 ابتدى يثق في الجيل ده ابتدى قالك ذهنيه هذا الجيل اللي محدش يقارنه بابو تريكا وبركاته بتاع المقارنات المستمره الناس بتعملها لكن عنده ذهنيه يمكن مختلفه اكتر واكثر ثقه في الاداء بتاع الفريق واكثر ثقه في انهم يعملوا تاريخ ما معناه لنفسهم يعني واقعيه واعتقد انه عكس في كلامه احترامه الشديد لفريق الهلال كفريق كبير بيلعب على ملعبه ويدرك انه فريق مش سهل وطبعا هو شافه قدام سان داونز شاف الصعوبه اللي كانت موجوده في سان داونز عشان يقدر يعدي الماتش ده واتمنى ان الماتش بكره يطلع بشكل طيب للفريقين باذن الله. طيب مستر بيتش موسيماني الحقيقه اشار لجزئيه رغبه هذا الجيل في كسر الارقام القياسيه وده اللي احنا كنا بنقوله من شويه. هذا الجيل من اللاعبين عنده فرصه ذهبيه تاريخيه انه باذن الله تعالى يسعى بقوه اولا انه يجيب الثالثه على التوالي وده يبقى ما فيش حد جابها قبل كده. ده حافز ودافع كبير
لازم يتبني عليه، ولازم يتبني عليه مش بس عند اللعيبة، في المناخ العام المحيط، جمهور الأهلي اللي في كل الوسائط الإعلامية والسوشيال ميديا وغيره، لازم يبقى ده التارجت، لازم يبقى ده الهدف بتاعنا، الهدف القريب إن أنا أحقق الثلاثية على التوالي، ويبقى ما فيش حد غيري في تاريخ القارة عملها. الهدف الثاني اللي المهندس عدلي أشار إليه، هدف أبعد شوية ممكن بعد موسم أو اتنين، إن أنا أستعيد صدارة أندية العالم. ده مش هيتحقق يا جماعة إلا لما اللعيبة دي وهذا الفريق يشعر إنه كل الجمهور في ظهره، كل الناس محدش شاغل نفسه بالحاجات الصغيرة اللي البعض بيحاول يودي الجمهور ليها. لا، يبقى الهدف الأساسي إزاي أقدر أدعم فريقي، إزاي أقدر أثق في لعيبتي، إزاي أقدر أقف مع جهازي، إزاي أكون دافع قوي جدا للتحقيق. أول حاجة التارجت القريب إن أنا أحقق الثلاثية بإذن الله تعالى، ويبقى ده تاريخ لوحده لهذا الفريق وهذا النادي وهذا الجهاز. ثم نسعى إلى الهدف الأبعد في خلال موسمين أو الموسم القاري اللي جاي، إزاي تستعيد صدارة العالم أو أندية العالم اللي كنت عليها قبل 2017. ونحن نتحدث عن الأجيال ونتحدث، قلت كلمة واحدة بس، واحدة بس قبل ما تقول لي قلت حاجة كويسة، إن الجمهور والسوشيال ميديا يكون داعم، صناعة مناخ كويس. والدعم هنا ليس معناه الضغط، طبعا الضغط السلبي مش كويس. التعامل مع اللعيبة أو الجهاز الفني باللقطة، مش باليوم ده، احنا بنعملهم دلوقتي في بعض الأحيان على اللقطة، الباصة اللي اتقطعت، مش عارف مين البوزيشنينج، وخصوصا ان بقى عندنا عباقرة في التحليل. كرة القدم انا كنت فاكرها اسهل من كده بكتير، طول عمري بتفرج عليها واستوعبها وافهمها، بس افهمها بالطريقة دي طلعت صعبة جدا جدا جدا. كيمياء هي بقى صعبة والتحرك كده ومش عارف ايه، ماشي حلو حلو ان احنا نبرز جوانب تكتيكية ما كان الناس شايفينها، لكن الأهم إن جمهور الأهلي بقى، يا جماعة من فضلكم كل من يرتدي زي الأهلي يستحق الدعم المتواصل، وخصوصا في اللحظات اللي مش كويسة. قال أنت هتدعمني وأنا كويس؟ طب ما أنا وأنا كويس مش محتاج حد يقول لي برافو حد، لكن لما تلاقيني أنا بعيد عن مستوايا، أقف جنبي عشان أجيب مستوايا، مستوايا اللي أنت استمتعت بيه واللي عمل فارق في مباريات كثيرة أنا وغيري. فأرجوكوا دي الثقافة بقى اللي عايزين إيه نشتغل عليها مع بعض إن شاء الله. طيب ده مستر بيتسو موسيماني في المؤتمر الصحفي النهاردة قبل المباراة. الجانب الآخر بقى نادي الهلال السوداني الشقيق، والهلال واحد من الأندية العربية والأفريقية الكبيرة، نادي شعبي كبير. المدرب العام بتاعه دانيال خيمينيز أسباني، هو مساعد جواو موتا. هنشوف المدرب العام في المؤتمر الصحفي قبل مباراة الغد. Eli. Venimos de una derrota, pero orgullosos de nuestros jugadores. Creo que los fans pueden estar orgullosos de nosotros y esperemos hacer un buen trabajo y conseguir los tres puntos. نحن جدين في بطولة الأفريقية الكبيرة ومباراة ما حتكون سهلة بالنسبة لنا. مباراة أعتقد أنها حتكون مباراة قوية. و بالنسبة لنا بيقول إنه مباراتنا دي بكرة، يكون إن شاء الله بيصعدها جدا، وأتمنى إنه كل الملاعبين إنه مباراة هي تنافسية مع فريقنا. Personalmente considero que el que mañana haya la torcida no esté con nosotros es un mal para el fútbol en general. Específicamente para nosotros, porque nos gustaría que estuvieran con nosotros, pero creo que es un daño al fútbol en general. Nosotros lo que haremos es luchar el doble, pelear el doble, para que desde fuera estén orgullosos de nosotros. بالنسبة لي أنا بعتقد إنه الجماهير وعدم وجود الجماهير في المباراة حقيقة أنا أشتبهه متأخراً وأشتبهه الناس، لكن الجماهير هي طعم المباريات، والجماهير هي مفترض إنه كرة القدم يكون فيها جماهير وهي المتعة بتاعة المباراة، المباريات بتاعة كرة القدم. عندما تحرم الجماهير من حضور المباريات بتحرمهم من المدعى، بتحرم اللعيبة ذاتهم من المسرح بتاعهم وظهورهم بصورة جيدة وممتازة، فدور الجماهير دور مهم، لكن بالنسبة لنا بفتكر انه بتعتبر لك مباراة زي كأنك بتلعب خارج الدائرة وبتلعب بصورة
مباراه يعني ما في التكافؤ بتاع كره القدم فيها، لانه بعض الفرق اللي لعبت في معنا في بدايه المنافسه كانت بتشارك بجماهير والناس كانت بتشارك بجماهير. según como se mire, nosotros tuvimos 14 corners ofensivos contra 2 defensivos. Y si vieron el partido y vieron la repetición de algunas acciones, de algunas jugadas después del partido, nosotros conseguimos marcar un gol. Conseguimos marcar un gol, pero no sabemos por qué. El árbitro del partido decidió anularlo, pero el gol era totalmente legal. Así que considero, nosotros hicimos nuestro trabajo, pero el gol no nos subió al marcador. لو رجعت المباراة السابقة واللي حصلت فيها الأرقام دي كلها والموجودة تجد يقول الهلال استفاد من ضربات الثابتة، إنه عنده ضربة ثابتة طلع الخصم من داخل الضربة وعنده ضربة ثابتة أحرز منها هدف تعادل ملغي، ما بعرف السبب شنو اللي تلغى به الهدف. فبالتالي إنه ضد الخصم وخارج أرضك عندك 14 ضربة ثابتة وعندك 2 ضدك، انت معناتها كنت لاعب باسلوب فارض اسلوب محدد على اساس انه تقدر تحدد النتيجه اللي عايز تحققها. Nosotros ya lo dijimos en el anterior partido, que cualquier partido que vayamos a jugar en esa competición o en cualquier otra competición, la liga local, Champions League, cualquier partido oficial que vayamos a jugar, vamos a jugarlo de la misma manera. Tenemos nuestra identidad, tenemos nuestra manera de ver el fútbol, nuestra manera de trabajar, y somos conscientes de lo grande que es un equipo como el Ahly, somos muy conscientes, pero tenemos que jugar el partido, tenemos que ganar, porque al final esto es fútbol y los dos equipos empiezan con 0-0. Después, si con la ayuda de nuestro trabajo y con la ayuda de Dios, pues conseguiremos los 3 puntos. بالنسبة لنا احنا كجهاز فني رؤيتنا دائما واضحة، أي مباراة رسمية سواء في البطولات الكبيرة كبطولات الأفريقية أو في الدوري أو في أي منافسة بطولة مباراة تنافسية، احنا بنقدم الشخصيه بتاعت الهلال، شخصيه الهلال وطريقه لعب الهلال ونقدم الهلال بطريقه نعرف تماما قيمه فريق الاهلي وانه هو ثالث عالميا، لكن الهلال برضه حيلعب اي مباراه تنافسيه بغض النظر حيلعبها بانه يفرض شخصيته ويفرض حاجاته، اي مباراه بتبدا 0-0 بعد ذلك لحد ختام المباراه Bien, siempre la falta de partidos, la falta de juegos es no un problema, pero sí que es algo que dificulta el trabajo. Pero aún así nosotros llevamos trabajando muchas semanas, diría que un par de meses, muy enfocados en el inicio de esta competición de Champions League. Estamos trabajando muy duro. No queremos excusas de que si llevamos pocos partidos, muchos partidos oficiales, si tenemos ritmo competitivo o no lo tenemos. Nosotros vamos a afrontar el partido como si lleváramos media temporada jugada. Y después, respecto a Momo, claro está que es una falta para nosotros, lo vamos a notar. Pero gracias a Dios tenemos muchos más jugadores que estoy convencido que están esperando por tener su oportunidad y van a darlo todo. Lo han demostrado durante los entrenamientos y lo van a dar todo como si se fueran otro más. Así que no, en eso no estamos preocupados para nada. حقيقة أنت كفريق الهلال والجهاز الفني كان رؤية واضحة، لأنه صح ما كان في مباريات تنافسية كثيرة، لكن كان عنده رؤية إعدادية واضحة بحيث أنه يعد الفريق لأنه مقابل بمجابهات قوية في بطولة كبرى في أفريقيا. هذا عد الفريق بصورة لأنه يقدر يواجه بها المنافسات والمباريات المقابلة وبصورة ثانية. بالنسبة لمحمد عبد الرحمن ما موجودة لاعب صحيح ممكن يشكل لنا لأنه كان بيعمل ضمن المنظومة ويعدي ضمن المنظومة السابقة، لكن الآن ما موجود في هذه المباراة، لكن عنده زملائه الحمد لله إنه عندنا عدة لعيبة عنده زملائه اللي منتظروا فرصة إنه مثلا يغيب دول على أساس إنه يعطوا ويقدموا أعطاهم أو يقدموا نفسهم برضه بصورة جيدة، وأعتقد إنه هنشكل انه مع زملاء هيأدوا الوظيفه ان شاء الله في صوره جيده ممتازه. والله اللعيبه جاهزين نفسيا ومعنويا، ما عندهم حاجه يفكروا فيها حاليا غير الكوره دي. اي زول يفكر في الكوره دي، لان من ثلاث يوم ولا اربع يوم الناس تفكيره كلها في الكوره،
يجهز نفسه نفسيا بياخذ ان شاء الله يعني مسيرته موقف ما عنده ان شاء الله. برضو اتسم الحديث بالواقعية وباحترام المنافس، واتسم أيضا كان يتمنى يكون في جمهور، ولكن تحدث أن في الآخر الكورة في الملعب، يعني الهلال هيلعب بشخصيته وعنده شخصية مميزة ونادي كبير، وده حقيقي. احنا هو الهلال مش بنقابله أول مرة، دايما ماتشات الأهلي والهلال بتبقى ماتشات قوية وفيها تكافؤ يعني. نتمنى أن تخرج بشكل طيب على يعني. وخلوا بالكم من نقطة، مش عايزين نكبر الأمور قوي، لا هنا ولا هناك ولا أي حاجة، ده أول مباراة في دوري المجموعات. يعني أي نتيجة هتحدث لا هي هتضمن لك الحسم ولا هي هتضيع فرصك. صحيح. فأرجو أن احنا يعني نتعامل من هذا المنظور جميعا، ونخلي الرياضة مرة تقودنا إلى الصح. طيب دي المجموعة الأولى يا جماعة، دي المجموعة الأولى. كان المفروض الأهلي هيلعب في الجولة الأولى مع المريخ، وتأجلت المباراة لخمسة مارس عشان مشاركة الأهلي في كأس العالم، لكن الهلال لعب مع صن داونز وخسر، فأصبحت هذه المجموعة في صدارتها صن داونز الجنوب أفريقي بثلاث نقط. صن داونز جاي القاهرة، بس جاي القاهرة مش هيلعب الأهلي، هيلعب المريخ. المريخ كان طلب من النادي الأهلي إنه النادي الأهلي يستضيف مباراة نادي المريخ في القاهرة على ملعب الأهلي والسلام، والنادي الأهلي رحب بيه ولباله طلبه، فالمريخ هيستضيف صن داونز يوم السبت في ملعب الأهلي والسلام، ده في الجولة الثانية اللي فيها الأهلي هيحل ضيفا على الهلال الشقيق في الخرطوم الساعة 3 عصر الجمعة إن شاء الله. هذه المجموعة عشان أقول لحضراتكم مباريات الجمعة. مباريات الجمعة الهلال والأهلي في ملعب الجوهرة في الساعة 3، سطيف الجزائري هيستضيف الرجاء المغربي الساعة 9 مساء، وأمازول الجنوب أفريقي هيلعب حوريا غينيا كوناكري الساعة 9، يعني بكرة الجمعة في ماتش الساعة 3 وماتشين الساعة 9. الماتشين يمكن سطيف والرجاء إذا كان ده ديربي وادي النيل فده ديربي الشمال القوي. السبت بترو أتلتيكو الأنجولي بيستضيف الوداد المغربي الساعة 3، المريخ السوداني في القاهرة هيلاعب صن داونز هيكون الساعة 3 أيضا، جالاكسي البتسواني مع النجم الساحلي الساعة 6، ساجرادا الأنجولي بيستضيف الزمالك الساعة 6 مساء في الواندا، بلوزداد الجزائري بيستضيف الترجي التونسي 9 مساء. الأهلي كان سافر منقوص 9 لاعبين فيهم دوليين كبار، لكن لظروف الإصابات تخلف عن السفر محمد الشناوي وبدر بنون وأكرم توفيق ومحمد المغربي وعمار حمدي وصلاح محسن وبيرستاو وأيمن أشرف ووليد سليمان. سافر بيتسو موسيماني بقائمة ضمت علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة، ياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومحمد هاني، كريم فؤاد وعلي معلول ومحمود وحيد وعمر السلية ومحمد محمود وحمدي فتحي وأليو ديانجو ومحمد مجدي قفشه وحسين الشحات، لويس مكسوني ومحمد شريف وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر وحسام حسن. وهنا بالنسبة لمحمد عبد المنعم المدافع الدولي، كانت ثارت إشاعة أنه ما يحقلوش اللعب استنادا إلى إنذارات خدها في كأس الأمم الأفريقية، والاتحاد الأفريقي رد أنه المسائل منفصلة بين البطولات عن بعضها، فبالتالي عبد المنعم جاهز للمشاركة. ده القائمة اللي سافر بيها بيتسو موسيماني، واللي سافر على طيارة خاصة بعد ما مجلس الإدارة الحياة وفر للجهاز أو للفريق طيارة خاصة تسافر البعثة على امبارح وترجع بعد المباراة مباشرة إن شاء الله. الحقيقة شوف يعني ده اللي أنا عايز أقوله بقى، الإرهاق مش مسألة ملعب بس. أيوه. يعني أنت جاي من بطولة الدوليين لعبوا فيها 420 480 دقيقة لا ده أكتر من كده. 420 4800 دقيقة. أيوه. كام؟ احسبوها بقى. أربع مباريات. أربع مباريات في 120 دقيقة. 480 دقيقة. أيوه. في أقل من أسبوع. وبعدين ركبوا طيارة جم على مصر، وبعدين ركبوا طيارة وجم على الإمارات، وبعدين لعبوا ماتشين،
وبعدين ركبوا طياره ورجعوا القاهره، بعدين ركبوا طياره وطلعوا على الخرطوم، هيركبوا طياره ويرجعوا على القاهره. يعني انتوا مستوعبين يا جماعه المشق اللي فيها اللعيبه يلي يعني بتقصوا كثيرا لما اللعيب ما يقدرش يديلك ثلاث ماتشات بنفس المستوى مع بعض، مين يقدر على الكلام ده؟ ده احنا مجرد السفر يا استاذ ابراهيم من غير ما نعمل حاجه خدت برد، القعده في الطياره لا سيبك مني وانا مش معيار وانا ده انا لما عيرت ابقى مصيبه، انما واحد زيك انت تعب بسم الله ما شاء الله عليك يعني. طيب ده كان كلامنا عن الهلال السوداني الشقيق الكبير العتيد، الفريق اللي عنده تاريخ كبير من المشاركات الافريقيه والمنافسه الثنائيه مع الاهلي ومع كل انديه القاره الكبيره. فماذا عن الهلال الاخر؟ ما دمنا وضعنا الاهلي صاحب القيمه بين الهلالين فرغنا من الهلال السوداني، ماذا حدث مع الهلال السعودي بكل التفاصيل والكواليس؟ كلام مهم جدا بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد، وما تخافش على الاهلي طالما الاهلي عنده كل هذا الحرص وهذا الاحترام في التعامل مع الاشقاء على ارضيه رياضيه نقيه جدا يتنافس الاهلي مع كل الاشقاء، فما بالك لو كانوا ذات قيمه كبيره جدا شعبيه وجماهيريه اذا كنا بنتحدث عن الهلال السوداني او عن الهلال السعودي. بالمناسبه الهلال السعودي سريعا نهض من كبوته وداوى جرحه بعد هزيمه الاهلي الثقيله في كأس العالم للأندية، وقبل قليل فاز على الشباب في الدوري السعودي 5-0 ليؤكد الهلال قدرته على النهوض سريعا. صحيح هو متأخر وفي المركز الرابع في الدوري السعودي بيقل 7 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثالث، لكن لو علمنا أنه لعب 18 مباراة فقط مقابل 21 مباراة للشباب، يعني لسه الهلال له 3 ماتشات ومتأخر ب7 نقاط، فعنده فرصة للعودة وكل التوفيق للأندية. هو كسب الشعبية الكبيرة كسب الشباب اللي هو يعني أهم مباراة له، اللي هو الأقرب واحد له في الترتيب. ده بالنسبة للهلال. لكن المهندس عدلي أول كلمة بدأ بها الحلقة النهاردة اللي رجع لنا فيها بعد دور برد سريع إنه العالم بقى بيتحدث عن الأهلي، عشان اقول لهم حاجه انا عملت مسحه وطلعت سلبيه الحمد لله، حاجه فقعد قاعد جنبك بقى عشان يقول لك الراجل ده جاي له بالبرد. طيب الحمد لله. بيتحدث كان المهندس عدلي في بدايه الحلقه انه العالم كله بيشيد بالاهلي وباللي حصل مع النادي الاهلي، لان اللي حصل ده يا جماعه مش قليل، صدقوني مش قليل خالص، هم مستغربين الظروف الصعبه دي مش طبيعيه اللي الاهلي اتحط فيها، فكان اجتيازها بكل هذا التوفيق الف حمد وشكر لربنا سبحانه وتعالى، وألف ألف شكر لكل هؤلاء اللاعبين والجهاز الفني وكل من ساهم في أنه الفريق يقدر يحرز ما استحق عليه الكابتن محمود الخطيب، تهنئة جياني إنفانتينو رئيس الفيفا اللي بعت برقية تهنئة وإشادة للكابتن محمود الخطيب، قال فيها: أود أن أتقدم لكم بالتهنئة مرة أخرى بمناسبة فوز ناديكم بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للأندية، وهو إنجاز جديد لكم، وأنا أرسل لك هذه الرسالة للإشادة بكل من ساهم في تحقيق هذا الانتصار سواء كانوا لاعبين أو الجهاز الفني والإداري والطبي، ويسعدني أيضا الإشادة بجماهيركم الرائعة التي تواجدت في هذه البطولة، ولا شك أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة العمل الشاق والاحترافية والاهتمام بكافة التفاصيل بالإضافة إلى الحب والشغف تجاه لعبة كرة القدم، كل هذه الأشياء تبشر بمستقبل مشرق لفريقكم، وبكل تأكيد سوف تفتح الطريق لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، أتمنى لك كل الخير وأتطلع لمقابلتك مرة أخرى قريبا. جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. إذا كانت هذه تهنئة وإشادة وشكر إنفانتينو، فماذا حدث في البطولة؟ أنا بس عايز أعلق بسرعة بسرعة أن هذه الإشادة لها مدلول هائل جدا، أما تيجي برئيس الاتحاد الدولي يبقى ثقافة النادي الأهلي رأوها كما نراها وكما نمارسها. طيب أنت رأيتها وأنا رأيتها، فماذا عن شاهد عيان تابع معنا البطولة من قلب الحدث وأكيد بتكوينه الثقافي له رؤية مختلفة؟ الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن والإعلام الكبير كان شاهدا على هذا الحدث. مساء الخير يا أستاذ محمود. أهلا، مساء الخير يا أستاذ إبراهيم، مساء الخير يا باشمهندس عدلي.
والله وحشتنا. والله انت اكتر. والله وحشتنا. وانت الوحيد اللي عارف ينقل الصالون من الاوضه عندي للوبي تحت، لان الناس كانت تشوفك كله يعني عايز يظهر معاك ويسمع كلامك القيم يعني. طب احنا سمعنا كلامك بس الجمهور ما سمعوهوش يا استاذ محمود، شفت البطوله ازاي؟ البطوله طبعا الاول خلينا نحيي يستحق التحيه وهو جمهور الاهلي او جمهور المصري في الامارات اللي جه من كل الامارات السبعه عشان يكون ورا الفريق بصوره مبهره وبصوره كبيره. الاستاد في الماتش الاخير كمان في الهلال كان الاستاد تقريبا مليان جماهير اهلاويه، رغم الناس كانت محبطه من ماتش بالميراث، لكن هكذا جمهور الاهلي لا يترك فريقه حتى في اصعب اللحظات. وكان الناس متوقعه ان حتى يكون زي مباراه بالميراث النص بالنص مع جماهير الهلال، لكن الاغلبيه كانت يعني 80 او 90% من الاستاد كانوا اهلاويه. وحضرتك شفت الناس بره الاستاد اللي جاي من دبي واللي جاي من عجمان واللي جاي من الشارقه واللي جاي من راس الخيمه من كل الامارات والعين جايين قاطعين يعني مئات الكيلو مترات لتشجيع فريقهم اللي استمر طوال الوقت، لم يتوقف تشجيع وحماس واصرار على مسانده الفريق ومسانده اللعيبه. الامر الثاني كان للتنظيم اللي حصل سواء من اللجنه المنظمه الاماراتيه او من فيفا. البطوله كانت على اعلى مستوى سواء في التنظيم او في كل الامور اللوجستيه، وده امر يشكر عليه يعني او يتم توجيه الشكر للامارات الشعب وكل المسؤولين هناك، لان الحفاوه والاستقبال وكل مكان حتى في سواء واحنا او الاهلي فايز او الاهلي مهزوم بتلاقي دايما جماهير الامارات يعني تعاطفها كبير مع المصريين. طبعا ما نقدرش ننكر ان الاهلي كقلعه بيستطيع ان يشرف الكره المصريه في اي مكان بيروح فيه بحسن ادارته وبحسن نظامه وبلاعبته الملتزمه سلوكيا والممتعه كرويا. فده امر من اول ما الفريق سافر من هنا ولابسين بدل الشيك موحده، الفريق هناك ملتزم، اللعيبه تقريبا ما بتخرجش عشان الكورونا، ما الحمد لله ان ما كانش فيه ولا حاله كورونا في طوال البطوله، ده دليل على الالتزام الكامل والروح والمتعه اللي احنا شفناها، وطبعا خاصه في المباراه الاخيره والمباراه الاولى ايضا مع المكسيك والشوط الثاني في مباراه بالميراث البرازيل. حقيقي الاهلي بيفخر او بيتشرف اي مصري بهذا الكيان الكبير اللي بيقدر يضيف البسمه ويضيف المتعه لكل مصري في كل بقاع الارض. هل نقدر نقول يا محمود بيه ان الاهلي يعني انجز وامتع في نفس الوقت؟ طبعا البطوله في مجملها في ظل الظروف اللي تعرض ليها الاهلي غير اللعيبه الدوليه اللي هم حوالي 9 بالاضافه للاعبين المصابين، وصعب كان باين فعلا التعب على بعض اللاعبين بالاضافه للاصابات. انت عندك بدر بنون، عندك الشناوي، عندك اكرم توفيق، عندك بيرسيتاو، يعني عمار في اخر لحظه، عمار، حسام حسن، يعني انت عندك كان عندك فريق اصابات، ده غير اللعيبه بتوع المنتخب اللي جم متاخر وجم تعبانين، حمدي فتحي، ايمن اشرف، محمد شريف، السوليه، كل دول يعني كانوا طبعا بيمثلوا في المباراه الاولى بيمثلوا نقص كبير. ومع ذلك الاهلي شفنا محمد مغربي بادائه، كان نفسنا نشوف زياد طارق لكن ممكن الظروف ما ساعدتش. شفنا حتى اللاعبين الكبار، وانا بحيي من خلالكم النجم الكبير وليد سليمان، يعني وليد في الدقائق البسيطه اللي لعب فيها كان مثال
للروح والرجولة والمهارة والخطورة وقيادته للاعبين. فاحنا حتى كلنا زعلانين ان هو يعني اعلن اعتزاله نهاية الموسم، لكنها سنة الحياة، وان شاء الله حتى نهاية الموسم يمتعنا كمان وكمان كما عودنا. استاذ محمود، هل في الامكان كان يمكن افضل مما كان؟ طبعا كان ممكن لو كانت الظروف افضل، لو دي ممكن، وانتم حضراتكم يعني خبراء في الكوره، ممكن دي كانت افضل طريق للاهلي في بطوله كاس العالم للانديه. وزاد من بالمرات احنا كسبينه الماتش اللي فات، وحتى المدرب نفسه مدرب الاهلي موسيماني قال ان هو اداهم اكبر من حجمهم، لكن الظروف زي ما قلت لحضرتك في الاول، الاصابات واللعيبه الدوليه اللي جت متاخره وجت مرهقه اثرت. لكن انا رايي لو كان الفريق رايح واخد راحته والفريق بشكل كامل واللعيبه كلها موجوده والاستعدادات كبيره، يعني المدرب ممكن موسيماني في مره قال انه بقى له شهرين في لعيبه الدوليه ما شافهاش. طبعا صعوبه جامده يعني. طبعا احنا بنتكلم كمان على اللعيبه الدوليه اللي هم المصريين بس، احنا كمان كان عندنا يعني ديانج برضو راجع اكيد تعبان، وعلي معلول برضو اكيد راجع تعبان، رغم ان هم كانوا مؤثرين في الفريق، لكن طبعا الاهلي دايما ينتظر منهم اكثر من ذلك. فكان الطريق ممهد، وانا رايي ان احنا بس باستثناء الشوط الاول في مباراه بالمراس كان الاداء هايل. لو الشوط الاول يعني اديناه بشكل افضل بروح هجوميه ما انكمشناش ورجعنا لورا، كان فرق معانا كتير، وقدرنا ان احنا طبعا بالاضافه للاخطاء القاتله لنجم الاهلي ايمن اشرف، احيانا بتبقى فيه لعيبه يعني الارهاق برضه مسؤول عنها. يعني خلي بالك فيه من الصدف اللطيفه ان ياسر ابراهيم هو نجم مباراه الهلال، صحيح، نجم بالهدفين ونجم ان هو كان السبب في طرد لاعب الهلال الاول، صحيح، هي الكوره كده. لاعب الهلال الثاني ايمن اشرف كان العكس في مباراه بالمراس، هو كان سبب في جونين والطرد يعني، صحيح صحيح، مفارقه الظاهر هم بيعوضوا مع بعض. عايز بقى يعني استاذ من اساتذه الاعلام الكبار، عايز انعكاس صوره الاهلي وما قدمه الاهلي وظروف الاهلي في وسائل الاعلام العربيه والعالميه، كيف رايتها قبل واثناء وبعد؟ الاهلي قوه ناعمه لمصر، الاهلي علامه مسجله لمصر، الاهلي دائما من مصر ولمصر، الاهلي ممكن زي ما قال الكابتن الخطيب مصر كانت في اولوياته لما ساب اللعيبه الدوليه، وده واجب عليه وفرض عليه، لكن ايضا الاهلي بيمثل مصر وفرحه مصر المصريين. خلي بال حضرتك احنا كنا خارجين من كاس الامم الناس كلها اهلي وزمالك وكل الانديه مع بعض، واعتقد ان هذه الروح الايجابيه انعكست على البطوله، فكان ناس كتير بتشجع الاهلي حتى من غير الاهلاويه يعني الزملكاويه. شفنا فانيله الزمالك في المدرجات. نعم، شفنا فانيله الزمالك في المدرجات في وسط الاهلي. وشفنا ايضا فانيله الاهلي في ماتش الزمالك مع بيتر اتلتيكو الطفل الصغير اللي كان لابس فانيله الاهلي. أيوة. يا رب الروح دي تستمر، لان فعلا انت النهارده مثلا لما تلاقي ان الاهلي والزمالك واخدين 16 بطوله افريقيه فده اضافه كبيره جدا، يعني اضافه كبيره جدا لمصر. لما يكون احنا بنتكلم ممكن 33 و24 يعني تقريبا ممكن ربع البطولات واخدها مصر، صحيح، فده انجاز كبير لافريقيا وانجاز كبير لمصر. وزي ما بقول لك الاهلي قوه ناعمه في مصر، زي ما قال المعلق الرياضي، اسال على الاهلي واسال على مصر واسال يعني. وطبعا نجوم الاهلي على مر التاريخ من الاجيال القديمه تعاقب اكيد بتفرق كتير مع كل مصري في كل العالم. انا افتكر مره قابلت استاذ في الجامعه في كندا ومهاجر مثلا بقى له اكتر من 40 سنه، يقعد يحكي لي انه بيقعد يتفرج على ماتشات الدوري
المصري والاهلي وحافظ اللعيبه من ايام ابراهيم عبد الصمد وغيره وحافظ اللعيبه حتى الان. فده يعني الاهلي بالنسبه للناس حاله بيفتخروا بيها في كل مكان، وذات الاهلي تجاوز فكره افريقيا. يعني الاهلي في الفتره الاخيره فعلا بقى نادي بمواصفات عالميه، مش نادي مجرد نادي افريقي او نادي مصري او نادي في المنطقه العربيه. انا لا اعتقد ان في حد يمارس كره القدم في العالم ما يعرفش الاهلي وما يعرفش كتير عن الاهلي، لانه بالارقام وباللعيبه وبالاداء. ومن الحاجات انا ممكن قلتها قبل البطوله مع صديقنا تامر امين، من الحاجات اللي ميزه عند الاهلي ما تلاقيش مدرب اجنبي او لاعب اجنبي او جه الاهلي وبيسيء ليه، يعني دايما تلاقيه بيشكر فيه لسه بيسيره بيقول ان ندمان انه مشي ندمان ولسه وياما ناس. انا فاكر زمان الاهلي كان من الحاجات اللطيفه معاه مثلا يمشي فايسا فالاهلي يروح له يرشح مدرب تاني يمشي الماني صحيح. فدي كانت العلاقات الطيبه. اللعيبه جيلبرتو دلوقتي السنه اللي فاتت ولا السنه اللي قبلها رشح انيس بوجلبان بيرشح يعني بتظل روح الاهلي، واللي هي متجسده دلوقتي من وجهه نظري في علي معلول. بالظبط علي معلول لا احد يشعر في الاهلي ولا في مصر انه لاعب اجنبي. واعتقد ده سهل كتير في التفاوض الاخير وتمديد عقده. اللاعب يتعامل ان هو اهلاوي وان هو الاهلي بيته والاهلي كيانه وهكذا. الاهلي على مر العصور عنده قيم وعنده مبادئ بيتم التعامل بيها مع كل الناس. احنا يعني مش عارفين نشكرك ازاي. انا اللي بشكرك. وبعدين عودتنا على هذه الحوارات الدافئه. وده الجو يا جماعه اللي كنا عايشينه، عايشين مع قيم منها وعلى قمتها مع الاستاذ محمود مسلم، واللي اديكم سامعين جزء بسيط من اللي كنا بنتكلم فيه كل يوم. الحقيقه امتعتنا وبنشكرك. انا بشكرك، بشكر طبعا المهندس عادل الاهلاوي والشيخ الكبير، احنا استمتعنا بحكاياته، والاستاذ ابراهيم بتحليلاته، وكل المجموعه الكابتن اسامه حسني والاستاذ محمود صبري والاستاذ ايمن بدر، كل الناس، والاستاذ طبعا ايهاب الخطيب رئيس القناه صديقي العزيز اللي يعني لا تخفى عنه التوقعات، توقع لي ماتش الهلال يعني بكل كوره. فبشكركم كلكم، وانا فعلا سعدت، ودايما الاهلي رافع راس مصر ودايما مجمع كل الناس الحلوه. يا رب دايما ملتقيين في الافراح والسعاده. ربنا يخليك يا ابراهيم، ربنا يخليك. شكرا جزيلا للكاتب الصحفي الكبير والاعلام القدير الاستاذ محمود مسلم، رئيس تحرير جريده الوطن، وواحد من كانوا شهود عيان على ما حدث للاهلي في الإمارات، وما حدث من إنجاز كبير جدا، لأنه قيمته الحقيقة، قيمة هذه الميدالية هذه المرة فاقت المرات السابقة في حجم الضغوط والصعوبات الشديدة اللي تعرضت لها فرقة الأهلي في البطولة. وده يمكن اللي كان مسار تقدير وتحية وسعادة وكل مشاعر كويسة من كل الأشقاء العرب بما فيهم الأشقاء السعوديين. لأن الحقيقة يمكن استوقفني مقال مهم جدا في عكاظ السعودية للناقد الرياضي والمحلل الكبير الإعلامي الأستاذ أحمد الشمراني. لما الكلام ده هيتكتب أو يتكتب في جريدة سعودية يبقى ده كلام مهم جدا. بيقول أحمد الشمراني: لا أنفي عشقي للأهل المصري، وحتى المقالة عنوانها شكرا للأهل المصري. ويقول: لا أنفي عشقي للأهل المصري ولا أتهرب من إعلان انتمائي، كما أنا مع الأهلي الأجمل على كوكب الأرض ولي في هذا العشق مذهب. أربعة قاسية، لكنها وفقا لما رأيناه من فرص ضائعة طيبة ومعقولة ومقبولة يثبت الأهلي المصري أنه زعيم القارتين بل وعاصمة الأندية العربية، وإن قلت عروبيا بمواصفات أوروبية فهنا أصف حالة وأنصف تاريخا. وبيقول أحمد الشمراني الكاتب الصحفي السعودي: ظفر الأهلي بلقب ثالث أندية العالم ولا جديد في ذلك، لكن الجديد أن الأهلي هذه الوهلة
حسم كل الأمور وأجاب عن كل الأسئلة. ماذا حدث للهلال في يوم منازلة الأهلي؟ سؤال استفهامه يغلق المساحات في وجه كل الإجابات أيا كانت. بعد ملحمة تشيلسي كان يتحدث رئيس الهلال عن بطولة أندية العالم بنهى من تحقيقها مستقبلا. وفي نفس الإطار كنت أراهن أن الهلال سيلتهم بطل إفريقيا، إلا أن صدمة الأربعة كانت أكبر من أن يستوعبها عشاق الهلال. الأهلي المصري احترم الهلال وتاريخ الهلال وتوقف عند الرابع، مع أن الظروف أو ظروف المباراة كانت تتجه إلى ما هو أسوأ، لكن الكبار يحترمون بعضهم. بريرا طرد وكنو كذلك، فهل سيتم معاقبتهما من إدارة الهلال، لسيما أنهما وضع الهلال تحت رحمة وإنسانية الأهلي؟ تغنينا بالهلال بعد تشيلسي ولم نكن نعلم أن ثمن ذلك الثناء هزيمة مذلة من الأهلي المصري، فمن أين نبدأ المواساة يا جمهور بطل آسيا؟ هل تعلمون أو تعرفون أن الأهلي المصري واجه الهلال منقوصا هذه الأسماء؟ محمد الشناوي، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، بيرستاو، وأيمن أشرف، وكل اسم له ثقله، فماذا تسمي هذا؟ ينبغي أن نتعامل مع الأربعة على أنها أقل الأضرار، ولن أمعن في التفاصيل أكثر. أخيرا يقول أحمد الشمراني: لا نثق بمودة أحد، لا تثق بمودة أحد حتى ترى موقفه منك في أيام الشدة. شوف طبعا هو أخي النقاد العرب في رصانة في الكلام، اللغة يكيفوك وانت بتقرا، من رصانة الكلام صحيح، والجرس بتاعها حاجة شيك كده. لكن يعني انا كل اللي يهمني الملخص بتعكس قيمة الأهلي في أعين الأشقاء، قيمة الأعين في عين الكبار، قيمة الأهلي في عين الكبار. كنت بقول سؤالي للمحمود بيه مسلم، ان كيف رايت الاعلام قبل البطوله كان يعكس قلقا ويعني تعاطفا ويعين الاهلي ناقص وعنده حق وكده، واثناء البطوله دهشه، وبعد البطوله اعجاب وافتخار. الكلام ده طول ما احنا ماشيين كده هتدلنا منه نماذج. ها وركز على الحاجات اللي فيها المعنى ده. طيب قرينا رأي الأستاذ أحمد الشمراني في عكاظ، طب هو نفسه قال إيه؟ نشوف أحمد الشمراني في قناة الرياضية السعودية عن الأهلي. عندما يكون هناك تنافس كبير، تنافس بين بطل آسيا، تنافس بين بطل أفريقيا، تنافس حتى على الريادة العربية، اليوم القضية ما هي قضية فقط لا غير المركز الثالث على مستوى العالم، أيضا في داخل المباراة أيضا أشياء كثيرة، مباريات أخرى بين الفريقين، كل فريق بيقول لك أنا البطل، بالتالي أعتقد أن التصرف اللي يقدم عليه بريرا واللي يقدم عليه كنا تصرف لا يليق بنجمين كبيرين بهذا الحجم، وحتى أن بعض الهلالين أو أكثرهم بعد المباراة طالبوا بمعاقبتهم، لأنه أنت وضعت فريقك في موقف لا يحسد عليه، اليوم الأهلي المصري لو وفق في بعض الفرص أو شد كان النتيجة كوارثية، كانت ممكن حتوصل لـ8 أخطاء بدائية بهذا الشكل حتوصل، رب الحمد لله أنها انتهت على 4، لكن تظل بالنسبة لنا هزيمة حقيقة مذلة بحق زعيم البطولات السعودية. يعني هو كتب المعنى ده، لكن احنا سمعناه بنفسه بيقولوا عايز اتجول مع مين تاني؟ لا مش عايز اتجول، عايز اطلع معاك في الاسانسير. لما ركبت معاك في الاسانسير ولقيت مين معاك؟ أرسن فينجر. قول لي ايه اللي حصل؟ كان أرسن فينجر يا جماعة مع مجموعة كبيرة من ضيوف الفيفا، كان كافو، كان تريزيجيه بس انتوا ما عرفتوهوش، انا اللي جبتهولك، وبيبيتو نجوم كبار جدا، وكاكا كان موجود، وكاكا قولي بقى أرسن فينجر ايه اللي حصل؟ انا قلت ايه مارس بقى ايه دور الشقاوي بتاع زمان. شوفوا يا جماعه اللي حصل للمهندس عدي هو بيفاوض أرسن فينجر في الاسانسير. ها يعني انا سالته يا جماعه، قلت له مستر أرسن احنا انا في الدور 37 فهنطلع 37 دور في الاسانسير، فممكن اساله، وبعدين هو بالصدفه ساكن في الدور اللي انا نازل فيه، ساكن قصادي، وابراهيم يعني
بيسعدني انه بيجي يلبي طلبي انه يقعد معايا شويه. على اساس انا كنت في 41. هننزل في كلنا مع بعض. فرحت ساله سؤال، شفت النادي الاهلي وكيف رايته والكره المصريه؟ فقال لي لا انا شفت الاهلي طبعا وعرفت ظروفه، وقال كلام محترم جدا على الاهلي. فقلت له هو انت بطلت تدريب؟ ايوه. فسكت. قال يعني انا يعني ما معناه في استراحه كبيره يعني ومش هضرب الا اذا لقيت حاجه، ما معناه تحدي. قلت له هو انت ما فكرتش تشتغل في مصر؟ فانا يعني عايز اشوف هو احنا ليه ما نجيبش هذا المستوى من المدربين؟ مصر تستحق هذا، ان احنا يبقى عندنا حد كده يخلي العالم يبص علينا. الناس دي اما هتيجي بمستوياتها الكبيره كل قرش هيدفع لها هيكون بمثابه 10 قروش فايده، لانه يقدر يستغل بقى الاستاذ ابراهيم في دماغي يعني في محاضرات في دراسات في تقييمات في ده بقى اللي تقدر تقول لي تستفيد منه. راجل المدرب التاريخي للارسنال صحيح، يعني هم هو بيتحط قدام فيرجسون في المان يونايتد بالظبط. يعني فطبعا هو ضحك وتنصل بذكاء وادب في نفس الوقت. قال والله انا في المرحله الحاليه مش بفكر. بس انت دعيته لزياره مصر؟ قال لك لو جات لي دعوه اوكي. قلت له طب ما تيجي مصر، وانا في ذهني كل ده اساس ان انا لو قلت الكلام ده لحد مسؤول يمكن يتلقف الفكره، يجيبه حتى يحاضرنا، يتكلم معانا، يكلمنا على الكره المصريه اللي شافها من خلال النادي الاهلي. عايزين نستفيد من خبرات حقيقيه يا جماعه تقدر تضيف يعني. طيب اذا كان قابل ارسن فينجر في الاسانسير وفاوضه بسرعه لغايه لما نزل في الدور 37، لما نزل قابل حد مهم جدا كلامه مهم بعد الفاصل. اهلا بحضراتكم من جديد. يمكن الحاجه اللي ما قالهاش الاستاذ محمود مسلم من بدري هو مين ابو بيتسو. طبعا من تاني يوم او تالت يوم في البعثه المهندس عدلي قابل مستر بيتسو موسيماني. تفتكروا ليه بعد اللقاء ده بقى المهندس عدلي اسم الشهره بتاعه بين الزملاء اعضاء الوفد الاعلامي وضيوف الفيفا ابو بيتسو؟ ليه بقى يا ابو بيتسو؟ لا هو شافني. ايوه كان معاه الجهاز. هو كان جاي للفندق ده، كان جاي للفندق، ممكن يكون كان جاي يقابل يعني رئيس الاتحاد موتسيبي الافريقي موتسيبي او حاجه يعني، او هم كانوا عاملين اجتماع للخبراء اصلاح كرة حاجه زي كده يعني. انا ما قلتلوش اللي جابك الفندق طبعا. فهو شافني راح جاي فسلمت عليه. ايوه وقلت له هلو مستر بيتسو بتاع الو ماي فادر. ايوه واسامه حسني مسك فيها. انا بعتبرك ابويا ايوه وبشوف البرنامج ايوه وبحترم جدا الكلام اللي بيتقال طبعا احنا ياما قلنا وكده وبتاع وابتدينا نخش في الكلام. فيعني قلت له بس اقول لك نصيحه بما اني يور فادر يعني. قلت له حاجتين الحقيقه. اول حاجه الاهلي ما بيتفوتش في الاعلام. قال لي انا ما عنديش اي مشكله في هذا الامر ومع النادي الاهلي باذن الله هنوصل لحلول يعني. تمام. قلت له يعني كل كلمة بتتقال في الإعلام ممكن تتفسر بـ30 طريقة يعني. وده نفس الشيء إنك الغموض أحيانا بيبقى أحسن. هتسأل أسئلة مش في الموضوع. مش مضطر تجاوب على كل الأسئلة. بس قال لي أنا بعتبرك ماي فاذر. قلت له خلاص فكر. هو كل سؤال كان بيقول لك أوكي ماي فاذر. لا هو راجل، بص انا عايز اقول لك انطباع عنه بقى. تمام. طبعا الحديث كان اطول من كده بس انا ما فيه كلام يعني بيني وبينه ما ينفعش اقول قال لي كذا وقلت له كذا ما ينفعش. صح. لكن انت قلت ملاحظات مهمه. هم دول ملاحظتين اللي كانوا يعني نفسه يوصلوا لي باي طريقه يعني. انه انك انت هتلاقي ناس داخله تسالك اسئله هتضايقك. انت مش مضطر تجاوب. مش مضطر تجاوب وانت متضايق خالص. ايوه. عشان كده بقول لك عجبني المؤتمر بتاعه ده. لكن انطباع عنه الراجل ده يبان وشه فيه طيبه كده وممكن تاخده بسهوله،
لا هو راجل ذكي جدا، راجل عميق جدا، ما بيعملش حاجة مش عايزها. كلامه إلا والغضب، هو ده اللي بقولك لا تتحدث وأنت غاضب، لا تتخذ قرار وأنت غاضب. أحيانا الغضب يخرجك عن الطبيعة اللي متصدر للناس. فهو الراجل ده يعني البطولة دي هتوصله حاجات كتيرة جدا جدا، وحقائق مهمة جدا في علاقته بالنادي الأهلي وبجماهير النادي الأهلي. دي بطولة فارقة في مسيرته طبعا. هو شاف ساعة الجد بياخد المساندة ازاي، شاف في أحلك الظروف بياخد المساندة ازاي. سيبك من العتاب عند اللحظات الضيق يعني، لكن في ساعة الجد أنا ما شفتش التفاف حول مدرب زي ما شفت في البطولة دي من أول ماتش. حتى قبل الماتش كان هناك تقدير والتفاف من الجماهير ما شفتوش من مدة. فطبعا كل دي رسائل بتوصل في ميعادها، بس لما توصله صح. طيب ده كان يعني لقطة أو لحظة مهمة جدا الحقيقة لبيتسو موسيماني مع مستر عدلي، أو زي ما فضل بيناديه ماي فازر. وماي فازر دي خلت أسامة حسني مسك لك فيها. ما هو شاف يا أبو بيتسو. أصل أنا ما بحبش أتكلم ليه؟ آه. لأن أنا مش من النوع اللي بيروح يكلم مسؤولين أو يكلم، يعني خصوصا لما يكونوا في المسؤولية. أنا ممكن أكلم مسؤول مشي. يعني شفت مستر مانويل دلوقتي هتكلم معه، ممكن أتكلم معه فنيات وكل حاجة. تمام. أيام ما كان ماسك ما أتكلمش غير في المواضيع اللي بينا، عايز لعيب مش عايز لعيب الكلام ده. أكون بديله خبر أو باخد منه خبر. لأني بعتقد وده النظام اللي تربينا عليه في النادي الأهلي، العمل المؤسسي كل حد له مكانه. بس ده كان حديث طريف، هو يعني فتحه بالطريقة دي وبعض الناس شافوه فيعني قالوا هذا الكلام وانت ما بتسكتش. طيب استخدم شقاوته كمان مع تريزيجيه في المطعم، كله قاعد يراهن. اصل لا انا شو اقول لك، شفت الراجل ده يا جماعه، انا قاعد في المطعم انا استاذ ابراهيم واثنين ثلاثه وابو المعاطي، وابو المعاطي طبعا، ويعني بعض الزملاء. اقول لهم الراجل ده لا 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 لا. وبعدين اصلا انت يجي لك تريزيجيه في بطوله نهائي الانديه الافريقيه تبقى مستغربه. قلت لهم ايه رايكم ان الراجل ده تريزيجيه؟ فطبعا بصوا لي، تريزيجيه ايه يا عم اللي هجيبه هنا؟ فقلت لهم طيب انا مش عايز اساله بايخه. انت تريزيجيه ما هو يطلع واحد تاني تبقى بايخه. مش عارفني وانا نجم كبير، ما هو ضروري لعيب كوره. فانت قمت مخبي بقك، رحت عامل ان انا بتكلم ابراهيم، ورحت عامل ازاي وتريزيجيه بصوت عالي شويه، هو جنبي راح لافي. قلت ايوه هو ده. قلت له هو كابتن تريزيجيه. قلت له بقى عندنا لعيب مصري مسمينه تريزيجيه، قال لي المهم يكون لعيب كويس. قلت له انت عارفه؟ قال لي هو لعيب كويس. قلت له بيلعب في انجلترا؟ فقال لي لا هو لعيب كويس. قلت له احنا عندنا اللعيبه الموهوبه بنتيمن لعيبه، يعني بندي اسماء للعيبه العالمين لبعض نجومنا الموهوبين. الحقيقه البطوله كانت فرصه تشوف حاجات كتير جدا وناس كتير جدا. ببيته اتغير شكله خالص. لا ببيته يعني انا جبته. انت قعدت تعمل له كده بقى عشان تفكره؟ لا لا انت عملت له كنت ده ابو المعطر على فكره، ولا واحد عرفوه. لا ابو المعطر راح يعمل له كده. قلت لهم ده ببيته، قالوا لي لا. قلت له طب اعمل كده. لا كان في الحقيقه فرصه ان احنا نشوف نجوم كبار جدا. البطوله كانت يعني المكان اللي كنا موجودين فيه الحقيقه كان فرصه ان احنا نرجع بذكريات حلوه كتيره جدا. صحيح. المباراه الاخيره يا جماعه خدوا بالكم، المهندس عدلي ما راحش اول مباراتين وقاعد قال ايه، فاكر ان هو هيتفرج عليهم في التلفزيون في الاوضه، اكتشف ان كمان التلفزيون مش ناقل البطوله، فلازم يجيب الموبايل او يجيب التطبيق بتاع المباريات. عملت ازاي؟ قعدت انت؟ لا انا هقول لك، بقيت اتابع من خلال التليفون على المواقع، على المواقع وكده. وبعد الماتش تابعت البرامج اللي جت فيها بعض الهايلايتس اللي جوان، وقعد مستنينا في التعليقات، وقعد مستنيكم بقى عشان اعمل نفسي شفت الماتش وبقى واحكوا فيه. بس جت المباراه الاخيره يا جماعه، حصلوا حاجتين. زميلنا العزيز الكبير الاستاذ حامد عز الدين من اول يومه بقت عنده مشكله اسمها الحصن. الحصن ايه بقى؟
في تطبيق على الموبايل كل الناس اللي في الإمارات لازم تنزل التطبيق بتاع الحصن، عبارة عن برنامج يتابع نتائج المساحات بتاعتك. مش مسموح لأي حد في الإمارات يعدي عليه 3 أيام إلا بيوثق بدون مسحة. فيعمل المسحة قبل ما يدخل الإمارة التانية، يعني جاي من دبي رايح أبو ظبي أو رايح أي مدينة تانية، لازم يوريهم على الموبايل نتيجة المسحة بتاعته على الحصن وتاريخها بتاريخها. فلما بيعمل المسحة بتتبعت له على الموبايل بتاعه من خلال برنامج الحصن. فالأستاذ حمد عز الدين من أول يوم موبايله وراسه ألف سيف، مش هيقبل الحصن، استعان بكل الناس عشان ينزلوا له الحصن، مفيش. فبقينا نوديه أول مبارتين خلصة، لازم يدخل، ما مش هتدخل الملعب إلا لما الراجل بتاع الأمن يوريك الحصن. فبقينا نسلكه يدخل بطريقة سرية شوية. لكن جت في المباراة الأخيرة حصلوا حاجتين، أخيرا موبايل الأستاذ حامد قبل الحصن، فبقى ماشي ناقص يعلقه على كتفه أهو الحصن، والله معايا الحصن. فكان كل الزملاء فاكرين يا جماعه اتسك منه فيه كل شويه لنا انا عندي الحصن، اوعى ابعد عني ده انا معايا الحصن. لكن الحقيقه مش بس حصن حامد عز الدين، لا ده المهندس عدلي خد حبوب شجاعه، وقبل المباراه قبل ما نتحرك بنص ساعه كلمني قال لي انا بلبس وجاي معاكم. جبت دي منين بقى؟ جبتها منين؟ تذكرت البطوله اللي فاتت، قلت الله يا جماعه من باب التفاؤل يعني انا هقدر اقعد في اللوكاندا كده واستنى النتيجه تجيلي؟ لا، الماتش ده انا هروح، انا عارف ان ده اصعب ماتش، يعني انا في تقديري وتقدير الاستاذ ابراهيم ان اصعب ماتش في البطوله ان يلتقي الاهلي والهلال، صحيح، سواء في الفاينل لو كسبنا احنا الاثنين او لو خسرنا احنا الاثنين. الحل كان واحد يكسب والتاني يخسر، نبعد عن بعض عشان ما نقابلش بعض. ليه اصعب ماتش؟ لاني انا تابعت الهلال وتدعيماته وشفت الهلال وبيكسب ستة، شفت الهلال وتابعته وهو بيخسر واحد بالعافية وبيسيطر على الشوط الثاني أمام تشيلسي، وإحنا ظروفنا وظروفنا. لكن رجعت قلت إيه؟ تحلى بالثقة في فريق الأهلي، إذا كنت أنت معتقد تماما في ثقافة الأهلي وإنه الجوانب المعنوية وساعة الجد بتطلع حاجة اسمها روح الفانيلا الحمراء، اجمد يا ولد وروح والبس البالطو، والبس البالطو. واكتر من كده رجلي اللي كانت وارمه الحمد لله فكت. ما هو بتركب الطياره رجلك شغل بقى، اما تكبر هتعرف. فانا يعني الحقيقه رحت ويا استاذ شوف ابراهيم عمال اتحايل عليهم اقول لهم نزلونا من اقرب باب، وقالوا طيب. خدونا في سكه بعدين رجعونا، نزلونا من ابعد نقطه على الباب اللي هنخش منه عشان امشي في وسط الجمهور والجمهور عايز يتصور. الخطوه اللي باخدها في مثلا ثانيه او اتنين بقيت اخدها انا استاذ ابراهيم من الناس اللي عادت تتصور لحد ما حد انقذني ودخلني الملعب من جوه. بس الحقيقه كان استفتاء على شعبيتك وقيمتك وقيمه البرنامج ومتابعته الحقيقه. يعني هو من ناحيه تانية خدنا تجربه جميله جدا جدا ان احنا نمشي وسط جمهور الاهلي، لان انا قلت استاذ ابراهيم ايه؟ احنا خسرنا بالميراس في المدرج قبل المباراه. من ضمن الحاجات اللي قالها لي مستر بيتسو، قال لي انا لما نزلت شفت الملعب في بالميراس قلت وير از ماي بيبول؟ شعبي فين؟ للدرجة دي كان شاعر في اللحظة دي بأهمية وجود الجمهور. هم حرموكم كل أسباب التفوق حتى جمهورك اللي في المدرجات. فأنا قلت إيه؟ أروح أشوف بنفسي بقى. والله تفائلت لما بقينا شايفين كل ما هو الأتوبيس خدنا في سكة غلط، فبقينا بنلف حوالين الإستاد تقريبا فتنا على كل الأبواب. الغلبة كانت للون الأحمر كله والناس ولما نزلنا وتمشينا في وسط الناس، طيب احنا انا بعت لك حاجه يا رب تنزلها بقى. قبليها بيوم خدونا عشان نروح يعني اوتلت كده او حاجه تجاريه في دبي. انا وانا هناك تعب، يعني جيت الساعه 7 كده رحت قاعد في كافيتيريا، مين قابلني؟ التليفون بقى فاصل شحن وعايز اعرف هروح ازاي والاتوبيس ميعاده امتى، ومحمد عراقي والطقم الز...
الزملاء الصحفيين كلهم انتشروا. قابلنا مجموعه من المصريين جايين مخصوص من مصر يتفرجوا على الماتش. وبددوا حاله الخوف اللي عندي. كم التفاؤل اللي كان موجود عندهم استاذ ابراهيم لدرجه واحد قال لي هنكسب 3. قلت له يا عم والنبي اعمل معروف. بتقلق انت؟ جبتها منين طيب؟ قال لي لا لا ده الاهلي. وبعدين قال لي افتكر اسمي، انا اسمي احمد وكوك لقبه كده، انا افتكرت شهره. وتصوروا معايا يا اخي، انا اديت لك الصوره والنبي تبص عليها عشان لو موجوده تنزل صورتهم. وعدتهم قلت لهم شوفوا لو كسبنا الماتش ده هنزل صوركم، حطوا من القناه تنزل صوركم، لان انتوا اول ناس بشرتونا وبثقه كلكم. كانوا 5 وحد منهم قال لي هنكسب 3. فطبعا بعتها لك يا ابراهيم. والله العظيم انت غلطان. بعتها لهم دلوقتي عشان اذا كنا نقدر ننزلها، لان الناس دي تستحق. ايوه اعمل لك كده اهو، وكوك اللي بيشاور ده. تمام، هتنزل دلوقتي على طول. ماشي، فانا وعدتهم طالما ان وعدناهم وكسبنا، وهو قال 3 احنا كسبنا 4. ايوه، طب امتى تنزل صورهم دول؟ فهكذا كانت الروح عند جماهيرنا. يعني الثقه في الاهلي دلوقتي اصبحت ثقافه، مش عندنا احنا عند الفرقه دي، ثقافه عند الجمهور. حلو قوي. طب ده جمهور الاهلي ومحتفي وفرحان. هقف معاك عند قاعده على قهوه كده غيرت فيها انتماء مشجع. لا ما غيرتش انتماء، امال غيرت له السوفت وير بتاعه. مفهومه. بس هو الحقيقه راجل عاقل جدا جدا جدا. تمام، هو مشجع اسماعيلاوي ومهندس نابه في التكييف. ادي الصوره بتاعت وكوك. وكوك ده اللي بيرفرف بايديه. فيعني مجموعه الحقيقه انقذتني اولا بتليفوناتهم. قعدوا يدوروا على انت كنت خلاص هروح ازاي، مش عارف الموبايل فصل والاتوبيس مش هيعرف يجيبه. يعني قالوا نتقابل 7، جم كام بقى؟ المصريين بتوعنا الحلوين. انتوا رجعتوا لنا الساعه 2 بالليل. ده جالنا الساعه 10، قولي 10. رجعتوا الفندق 2 بالليل. انا فاكر. أيوة. انا قعدت يعني قلقان عليكم كل شويه. احنا بناخد 3 ساعات. اكلم محمد عراقي يقول لي جايين في السكه. بناخد 3 ساعات او ساعتين ونص من دبي لابو ظبي. طيب والاتوبيس واقف فين انا ما اعرفش. ففضلوا يتتبعوا شوقي وعراقي وكده لحد ما وعبد الحميد لحد ما عطرنا في عبد الحميد ومحسن لملوم. قالوا لي احنا عند الباب كذا. قلت لهم تعالوا لي عند الباب كذا. اتقابلنا وقعدنا مع بعض. انا ما صدقت، مسكت في محسن لملوم قلت له مش هسيبك. انا عايز مش هعرف اروح، تليفوني فاصل شحن. والحقيقه كانوا ناس جمال جدا. طب هرجع لك للراجل بتاع الاسماعيلي. بدا معاك الحوار؟ لا هو بدا حوار عاقل ومهذب جدا جدا جدا. وكالعاده والاهلي بيكسب بلعبه الاسماعيلي والاكسي بيكسب بالحكام والاهلي بتاع خدته طبعا. قلت له تعالى نعمل المنطق. هو انت لما تاخد فلان بالسكه الحديد وتاخد فلان من مش عارف من مغاغه وتاخد تبقى بتفرغ النوادي دي؟ فسكت. قلت له لا، انت بتاخد تدي فرص لناس وانت عملت عليهم قيمه مضافه نجحوا معاك. وبعدين هم الناس دي انتقلت الى نوادي اخرى. عشان انا لما بقول لكم الحضري وشادي وفضل وهاني سعيد وكل الكباتن الكبار دول ويعني لعبوا في وابراهيم سعيد لعبوا في الاسماعيلي. قام قال لي بس ما خدناهمش من الاهلي. قلت له حلو، انا عايز انا بسالك السؤال ده عشان تجاوبني الاجابه دي. تعال نشوف بقى احنا خدنا لعيبه في الاسماعيلي منين. فلان من شيفل، فلان من العربي، فلان من النصر السعودي. النصر السعودي، فلان فلان فلان. خدنا 3 بالظبط بشكل مباشر من الاسماعيلي، وكان كلها صفقات عباره عن لعيبه زائد فلوس. محمد عبد الله بمحمود شيكو مبلغ، شريف عفضيل مبلغ كبير، واحمد صديق وهكذا. فعمرنا ما كنا بنستغل ان اللعيب فاضل له 6 اشهر، في حين ان انتوا سبتوا لعيبه كتير لانديه تانية كتير، بدل ما تكسبوا خسرتوا. ايوه،
فالراجل قال لي تصدق عندك حق، فكر كده شويه يعني ما استسلمش بسهوله، بس فكر 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 وقال لي كلام في منطق. قلت له احنا يعني الاسماعيلي نتمنى له كل الخير، لانه انا شخصيا بستمتع بيه كنت يعني انا اتمنى ان يتعافى الاسماعيلي، اتمنى. بالمناسبه الاسماعيلي مشى منذ لحظات مدربه الارجنتيني براون، وبيفكر او بيفاوض زي ما قال رئيس النادي يحيى الكومي انه بيتفاوض مع البلجيكي توم سانتيريس، ده مدرب جامبيا، مدرب منتخب جامبيا بلجيكي بيتفاوض معاه او مرشح لخلافه براون الارجنتيني اللي سريعا تم الاستغناء عنه، واشرف خضر ومحمد حمص هم اللي بيدربوا الفريق. ولاد الاسماعيلي جاهزين يشيلوا الليله في اي لحظه. لكن لما تجيب مدرب بقى اتقل عليه شويه، لان مش في يوم وليله الدنيا. انا والله الاسماعيلي تفائلت ان موقفه هيتغير جدا من كاس الرابطه، من كاس الرابطه قدم ماتشات كويسه. طيب بمناسبه بقى كاس الرابطه ومشاكل الكوره، شفتك في جلسات كتيره مع اتنين، المهندس هاني ابو ريده والاستاذ جمال علام. ايه بقى اللي حصل؟ لا انا بقى كنت ببارك للاستاذ جمال علام وبقول له عايزين نشوف تغيير، عايزين نشوف حاجه جديده، عايزين نشوف حاجه قريبه من دماغ الناس، مش عايزين نشوف نفس السياسات، عايزين نشوف تعاون بقى حقيقي بين الاتحاد ورابطه الانديه، عايزين ناس تشتغل لسياسات لصالح الكوره، ما نقعدش كده ملمومين على دايره مغلقه. هاني ابو ريده انا يعني قعدت معاه مره واحده لاني ما كنتش عايز احرجه، لان طبعا بصفته الدوليه والقاريه ربما يحرج انه يقعد مع طرف من اطراف المسابقات، لكن دعبته دعبني. قلت له يا ما هاجمك بس ممكن نقعد مع بعض نتسلى وننبسط وبتاع. قال لي احيانا كنتوا بتقولوا كلام حقيقه، احيانا بتظلموني لان انا في حاجات كتير جدا ماليش شأن بيها يعني، لكن الناس بتاخد انطباعات وبتتكلم. قلت له احنا مالناش دعوه، احنا بنشوف مسؤول كبير، عايزين نشوف نتيجه على الارض. على الارض لوجوده، وانت تستطيع انك تعمل حاجات مهمه جدا للكره المصريه، ويمكن ده السبب ان انت انا وانت كنا هنحوله لجنه التاديب، انت حكيت الحكايه دي. فتحمس وراح شال عبء انه يتكلم على الحكم، يتكلم على الحكم ازاي تجيبه الحكم وازاي تعمله. فبعد ما 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 ما, ما الحكم جه وثبت ان الراجل ده لا ما كانش متحمل، ده هو كده على ايه على غيري. انا ثبات المعايير ما يزعلنيش. أيوه. حتى لو ضرني لحظه. أيوه. لانه طالما بتتعامل بالمعايير دي خلاص تبقى فير. فهو الراجل اتعامل بالمعايير اللي حاسبني عليها، واللي طرد لي لعيب، واللي لغى لي جوان، واللي اداني ازارات، عمل نفس الشيء، والمره دي انا اللي استفدت كنادي اهلي من هذا الامر. فدي ما بزعلش منها. فهو يعني جه قال انفنتينيو، قال لي ازاي الحال؟ انا يعني احولك بقى لجنه التاديب دلوقتي ولا لا؟ انت بتتكلم على التحكيم ازاي؟ انك تدخلت في يعني ما هو يعني هم ما يقدرش يتدخل، انما يقدر يقول يشاور ينقل. احنا مش عايزين اكتر من كده. ما بلاش الكلام المجهل الغامض من عينه هتلعبوا بلعبتكم وليس كل ما يعرف يقال. ليه ما يقالش ليه؟ ما تطلع كده كراجل مسؤول تقول نبذل جهودا لحل هذه الازمه، لدينا وعود بتعديل بعض المواعيد، اذا نجحنا في هذا يبقى عملنا اللي علينا، ما نجحناش يكفينا ان احنا حاولنا واثبتنا حق الانديه المصريه انها تتمتع بفرص متكافئه. ده ما حصلش، ما اتقالش بالطريقه دي. بس جمال علام شاور لك انه في قرارات صعبه جايه. شاور لك انت بقى. ما انت وهو ده قال لك وحلقتكم ما يقعدش مع حد ويسيبه في حاله. انت دلوقتي هتعمل ايه؟ قال استنوا يوم الثلاث هتسمعوا كلام. قال لك حلقتكم جايه امتى؟ قلنا الاثنين. قال لك لا مش هتلحقوا. طب الخميس؟ قال لك الخميس عندنا اجتماع الثلاث. بس هو قرارات الجامده في قرار فيه منطقي انه جت على حساب المنتخب الاولمبي وما جاش ناحيه المنتخب الاول. وانا معاه بالنسبه للمنتخب الاول. بس انت حسيت وقتها ان في نيه لتغيير في المنتخب الاول؟ كنت فاكر. ايوه. وتلميحاته هو
كانت تقريبا رحل كده، كانت رايحه حد يعني لكن هيغير. تغلب العقل ما هيزش بقى، ده احنا قدامنا شهر ولا شهر ونص مش مستحقيه ان احنا نهز الدنيا. المنتخب الاولمبي على اعتبار ان هو ما عندوش التزامات قريبه تقريبا، ما عندوش شغل يعني. بس انت وصلت على حد، لا عكس. انا قلت له ايه؟ قلت له نجاح المؤسسات يا جمال بيه، واحنا بنتحدث يعني تصريحات كتيره بتنسب يعني. النادي الاهلي بيجي يقول كده، عندي متحدث رسمي، ما فيش حد من مجلس الاداره يطلع يصرح، رغم ان هم اللي عندهم الاسرار وهم اللي عندهم القرارات. ليه؟ لان لو انت صرحت اولا ممكن تطلع في توقيت مش مناسب، لو انت صرحت ممكن تقول حاجه تتفسر بطريقه ما انتش مش محترف يعني. فقلت له ما تشتغلوا بعمل مؤسسي يا فندم، عندكم مدير اتحاد وعندكم راجل متحدث رسمي زي أسامة اسماعيل مدير الاعلام. المدير الاعلام ده راجل عاقل جدا وهادي جدا، الناس كلها بتحبه، وصحفي محترم، له رأيه، وكل الناس تطلع من خلاله يتكلم هو فقط. لان لما بتيجي تقول كلام احيانا يعني بتصادر حتى على المجلس قبل ما يجتمع. هو الراجل كان مقتنعا، ولكن انا مش عارف هترسي على ايه، شامم ريحه كده. انه فضل يعني هو متاخد ان احنا انا والمهندس عادل عمالين نكلمه على الزميل العزيز المحترم اسامه اسماعيل، انه ازاي مؤسسه فيها اسامه اسماعيل ما ياخدش دوره الصحفيه واخلاقه وسمعته في المهنه، وما ياخدش دوره كمتحدث اعلامي يفيد الاتحاد. فوجئنا انه جاي مش فعل دوره، ده تقريبا استغنى عن دوره. لا بس ما فيش قرار لسه ولا فيه يعني، اتقال النهارده انه تقريبا هم بيستغنوا عن اسامه اسماعيل. لا يكون انت السبب ان احنا وصينا عليه. ما علينا، واحنا بس عشان الناس تبقى فاهمه، عندما نتحدث مع المسؤولين نتحدث في القضايا العامه، لا نتحدث عن حاجه تخص النادي الاهلي. صحيح. فاحنا كنا بنتكلم على الشكل اللي نتمناه من اتحاد الكره للكره المصريه. والحقيقه الاستاذ جمال علام في نيويورك الجديد خس قوي الراجل. ايوه. وهو راجل، انا اتعاملت معاه راجل محترم جدا حقيقي يعني. لا هادي كمان. طيب هل الاهلي في خلال هذه المشاركه احرازه للمركز الثالث للمره الثالثه، وعلى فكره ده ريكورد يعني، الاهلي عنده رقمين قياسيين في البطوله، هو الاكثر مشاركه بين كل انديه العالم في كاس العالم للانديه، واكثر من حصل على المركز الثالث او اكثر من فاز بميداليه ثلاث مرات. طب ما تيجي بقى هنا عشان انا افتكرت حاجه. الناس اللي اذكى اخواتها دي الاذكياء قوي اللي حبوا يطلعوا لنا باحصائيه يستنبطوا منها النادي الاهلي اكتر نادي خسر في البطوله. طب ما انت لما ما بتشاركش ما بتخسرش. فالمقارنه فين؟ صحيح. هو ما يقدرش يعمل مقارنه لانه هيتكلم مشاركه صفر، هنا سبعه. طيب طبيعي ان انا هخسر واكسب هنا. ما خدش بقيه الاحصائيه اللي انا بنفرد بيه، اكتر نادي كسب المركز الثالث، اكتر نادي شارك لعب ماتشات، اكتر نادي لعب ماتشات، يعني الاكثر الاكثر اكثر. لكن انا بخسر وبكسب. لكن انا بطلع منين لما ما بكسب الدور الاولاني؟ انا في بطولتين عايز اطلعهم بذاكره. 2005 لان كنا في احسن حالتنا، بس ما عندناش خبره البطوله. فروحنا في اليابان والجو المشقلب والكلام ده، ولعبنا واحنا حتى يمين. نفسيا وبدنيا ومزاجيا ما كناش في احسن حالتنا. والبطوله اللي كانت في المغرب ما كانتش في احسن، ما كناش برضو لكن بعد كده اداء الاهلي انت مرتين ثلاث مرات ثالث العالم ومره رابع العالم من السبع مرات. نتمنى المرة الجاي، وهو ده اللي قاله مستر بيتسو، قال كنت عايز ميدالية بلون مختلف. طيب إذا كان ده اللي قاله بيتسو موسيماني، فإيه اللي قاله الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة؟ نشوفه. طبعا النادي الأهلي دايما يعني طبعا للأحسن، احنا شاركنا قبل كده خدنا اثنين برونزية، البطولة دي كنا طمعانين في حاجة أحسن، مركز متقدم، بس الحمد لله يعني
ما قدرناش، لكن البطولات الجايه ان شاء الله نحاول ناخد حاجه احسن من كده ان شاء الله. الترشيحات اللي كانت ترجح كفة الهلال قبل خوض المباراة هذه كان لها أثر عليكم أنتم؟ كانت محفز إضافي للمحفزات التقليدية اللي موجودة في الأهلي؟ أكيد طبعا، يعني بس ما أعرفش الترشيحات كانت بناء على إيه، لكن الأهلي فريق كبير يعني بيخش ضد أي منافس ما عندوش غير هدف واحد هو الفوز. يعني الترشيحات كانت أكثر رايحة لمعطى الظروف الصعبة اللي كان يعيشها الأهلي في المشاركة في هذه البطولة. لا، ما الأهلي مهما كان في ظروف صعبة ما بيتأثرش بالحاجات دي، الأهلي زي ما بيقولوا بمن حضر يعني. والله هو دي شخصية لاعب النادي الأهلي، بيترجمها كابتن من الكباتن التاريخيين للنادي الأهلي، كلام بناء على ايه؟ واحنا لما بنلعب عشان كذا وكذا وكذا وكذا. فلما ترجع استاذ ابراهيم تشوف انت كسبت بطل امريكا، كوبا امريكا، وكان في بلانكو مش عارف، كان في لعيبه عالميين. ايوه. لا وخدت المركز الثالث. خسرت سنتها 2006 من انترناشونال ها البرازيلي اللي هو لعب الفاينل، الماتش ده كان يوصلك فاينل. وكل النقاد وحتى ريكارد مدرب برشلونه ومدرب نفسه انترناشونال قال احنا كنا محظوظين امام الاهلي، وكان الاهلي هو الاقدر انه يوصل للفاينل. بطوله رائعه جدا 2000، ودي اللي الهمتني بعض الثقه في البطوله دي، لانه كنا نعاني من نقص حد في الصفوف 2006. كسبنا بطل اليابان في البطوله اللي خدنا فيها المركز الرابع اللي هو بطل اسيا. ايوه. كسبنا مونتيري المكسيكي. ايوه. كسبنا بالميراس البطل سنتين ورا بعض في امريكا الجنوبيه. خسرنا باحترام شديد امام البايرن. يعني هي البطوله اللي فاتت لو ترتبها زي البطوله دي بتلعب بطل امريكا اللاتينيه الاول كان ممكن نلعب الفاينل. لكن ده بيقول ايه؟ بيقول ان النادي الاهلي مش بيروح يتفسح، مش يعني في انديه بتشارك زي اوكلاند بطل تقليدي. ايوه. لم يحقق شيء. أيه. المركز السادس او الخامس، فانما انت ما بتروحش كده، انت بتروح وانت الان سوف تصنف وسينظر اليك انك ما تستهتروش بالنادي ده. ودي في حد ذاتها من احد المكاسب المهمه، لانها انت سمعت انفنتينو. ايوه. وقبل كده فاكر بلاتر. ايوه. لما قال لك ماي فيفرت كلوب. سمعتها منه. النهارده انفنتينو بيقول ايه؟ أنا الأهلي وبتابعه وبحترمه و و و وننتظر منه مزيد من الإنجازات. إنك تحط نفسك في دائرة التوقعات الممتازة، هذا هو الاحترام بعينه، وهذه هي الجدارة اللي استطاع أن ينتزعها النادي الأهلي ولم تهدى إليه. ده كلام مهم جدا. كابتن حسام غالي قال إحنا اللي جاي إن شاء الله هنبني على اللي حصل. وده التدرج في الطموح، إذا كان في ظروف صعبة جدا صادفتنا، لا اللي جاي إن شاء الله تكون ظروف أحسن. طب إزاي الأهلي في ظل هذه الظروف الصعبة جدا اللي أدهشت كل الناس قدر يتخطى بطل المكسيك؟ الكابتن سيد عبد الحفيظ تحدث لقناة أبو ظبي عن سر فوز الأهلي على مونتيري. بص طبعا احنا جايين عارفين هنلاعب مين، الهلال زعيم القاره الاسيويه وزعيم الانديه السعوديه وفرقه كبيره جدا وعندها لعيبه على اعلى مستوى، سواء كانت لعيبه محليه تنتمي للمنتخب السعودي او لعيبه محترفه، فعارفين كويس قوي ان احنا هنلعب مباراه كبيره. التركيز في الحاجات اللي زي كده بتفرق في الاستعداد ودخول المباراه نفسه. الفرقه اللي هي
يعني بتقدر تفرض سيطرتها وتفرض كلمتها على الفرقه الثانيه من الاول هي اللي بيبقى لها النصيب الاكبر غالبا. ممكن احداث المباراه تكون ساعدتنا شويه في حته الطرد، لكن انا عايز اشوف من الدقيقه الاولى وانت عايز تركب المباراه بلغتنا في مصر، يعني عايز تسيطر على المباراه، عايز تقول انا الشخصيه الاقوى يعني. لكن طبعا فرقه الهلال فرقه كبيره جدا وكنا عارفين كده كويس، وكلامنا مع اللعيبه كان بيشير لده. لكن انا النادي الاهلي برضو، انا فرقه النادي الاهلي بتاريخها ومكانتها وشخصيتها لازم تكون موجوده فايا كانت النتيجه وايا كانت احداثها، لكن انت كمان ما تفقدش دي. فده اللي كان مهم جدا ان احنا نقوله للعيبه يعني. المباراه الاولى احنا لعبناها بروح النادي الاهلي، يعني كان غايب عننا حوالي 14 لعيب ومع ذلك الحمد لله ربنا وفقنا. المباراه الثانيه يعني يمكن لعيبه المنتخب جات لنا قبل اللقاء بحوالي يعني 14 15 ساعه، قلنا حوالي الساعه 11 بالليل والمباراه كانت ثاني يوم الساعه 8 يعني اقل من 24 ساعه يعني. لكن خلاص احنا جايين النهارده نلعب على ميداليه، وجايين نلعب فرقه زي ما انا قلت كبيره بنكن لها ونحترمها ونقدرها بشكل كبير جدا. هارد لك طبعا للهلال ومبروك للاهلي، يعني مباراه للتاريخ. يعني عدد طبعا الكابتن سيد الظروف وقيمها وقال الجوانب بقى اللي بتساعدك باستمرار، واحنا سردناها اكتر من مره هنا. انا بس مش عايز اضيع الوقت الناس تسمعنا قد ما تسمع الناس التانية. الناس التانيه قالت على الاهلي، الناس التانيه قالت كلام مهم جدا 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 يفرح كل الاهلاويه. بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد ومتواصلين معاكم وحديث عن كواليس هذا الإنجاز الكبير للأهلي في الإمارات. الحقيقة وإحنا راجعين في المطار في مطار أبو ظبي لقطة هائلة جدا كشفت لنا عن معدن أصيل لابن أصيل جدا. قعد أنا والمهندس عدلي والأستاذ أيمن بدرة والأستاذ حامد عز الدين، دخل شاب ملفوف بالعلم الأحمر علم الأهلي ومعاه طفل صغير أو صبي صغير تقريبا 14 سنه خلاص ده بسم الله ما شاء الله، ده هو اللي لفت نظر ابنه. فهو قدم لنا نفسه ففاجئنا اكتر ومن قايمين نسلم عليه. حكم مروان كنفاني. انا اللي قلت له انت حكم؟ اه انا عرفته من عينه وهو لابس كمامه وملتفح بعلم الاهلي. يلتفح علم الاهلي. الشكل ده ما شفتوش يمكن من 15 سنه. فبقول له انت حكم؟ قال لي قلت له انت فين يا ابني؟ طب نوري الناس الصوره بس. ده حكم يا جماعه نجل الكابتن مروان كنفاني ومعاه ابنه احمد. دي صوره في مطار ابو ظبي معانا. حكم رجل اعمال شغال في مجال الاتصالات، شغال في الاردن، عنده شغل كبير. وده ابنه احمد مواليد 2004، حتى هو لما اتكلم على انه احمد غاوي كوره وعايز يلعب كوره و و و واحمد ده يعني حفيد الكابتن مروان كنفاني وحفيد الاعلاميه الكبيره مدام نجوى ابراهيم. فحكم قدم لنا احمد ان عنده مشروع خيري انساني خلاني انا النهارده في الاخبار كتبت عنه، لانه الحقيقه اثر فينا جدا تفكير صبي زي كده يحس بالناس. قال لك الولد بيحب الكرة جدا، فأكتر حاجة بتألمه وبتضايقه إن في أطفال ما بيلاقوش فرصة يشتروا جزمة كرة. هو قال إحنا رحنا نلعب فرقة لأنهم ما عندهمش جزم. فابنه ده اللي هو أحمد. يعني أحمد يعني 2004 يا جماعة، الكلام ده من سنتين. اتضايق أهو. شوف ابتدى ايه فكر انه عمل ايه بقى عشان نشرحها لكم بسرعه كده. عمل حمله انسانيه اسمها جيف ابوت، اتبرع بجزمه بس مؤسسه جيف ابوت. يجي مثلا في الكومباوند اللي ساكن فيه حاطط صندوق ازاز وكاتب عليه جيف ابوت، قال لك هو لا يقبل تبرعات من اي حد، فقط لو انت عندك او عند ابنك جزمه كوره مستغنى عنها، رجلك كبرت عليها اي حاجه، حطها في الصندوق ده. ويقوم هذا الشاب الإنسان الراقي جدا يجمع محتويات الصندوق وبدأ ينشر بقى الصندوق في أكتر من كومباوند. يبدأ ياخد الجزم بتاعة الكرة ويعيد تأهيلها ويمسحها ويلمعها. مش كده يعني. ويكون عدد من اللي انتوا شايفينه
ويحطه في كيس ويحط معاه هدية أخرى جديدة فانيلا شورت ويروح لمركز شباب أو لقرية أو لنادي شعب صغير يبدأ يعمل مهرجان عشان الهدية تتسلم كجائزة في مناسبة. والولاد الصغيرين اللي ما عندهمش فرصة أنه يشتري جزمة كرة، ده هو ده اللي بالتيشيرت الأزرق بيوزع. أنتوا عارفين يا جماعة أنا لفت نظري أصلي راجل لابس عالم وجنبيه واحد طويل كده. لما بصيت عرفت انه حكم. حكم ده ابنك؟ قال لي بيلعب كوره. قال لي بيلعب كوره وكان في اكاديميه برشلونه ومش عارف ايه وبتاع 2004 هو. طبعا انا بتكلم من انا طب يجي نشوفه في النادي الاهلي في البدايه. ففوجئت انه ابتدى يحكي لي ان هذا الصبي الشاب في مقتبل العمر ازاي بيفكروا. ربنا خلينا اولادنا والله صحيح الخير كتير قوي فيهم. المشروع بتاعه بينمو وبيكبر، ابتدى يلف على مراكز الشباب ويعمل ماتشات عشان يوزع هذه الاحذيه. ووالده دشن له صفحه او هو دشن صفحه على الفيسبوك اسمها جيف ابوت، اسم الحمله بتاعته كده. تخيلوا كاتب ايه فيها: لا شيء يفوق شعور طفل يلعب كرة القدم بحذاء جيد. للأسف معظم الأطفال في بلدنا لا يعرفون هذا الشعور. الأحذية الجيدة ستجعل الأطفال يلعبون أكثر، وهذا ما نريده. خلاني كتبت عنه المقالة الدرس النبيل من حفيد كنفاني ونجوى إبراهيم. لأنه الحقيقة قد إيه لهذا الشاب عنده هذا الحس الإنساني الراقي جداً، وعنده هذا التعاطف مع أطفال صغيرين موهوبين بس ظروفهم ما عندهمش القدرة إنه يشتري جزمة. أنتم متخيلين حملة زي كده لو تم التوسع فيها إيه حجم التكافل الرياضي والاجتماعي هيكون؟ يعني هو نموذج وعلى فكرة متكرر. أنا شفت الشباب كتير بيعمل مبادرات مختلفة، لكن أنا عايز أتوقف شوية عند حتة حكم وناصر أخوه. ناصر أخوه مدير كبير في الناحية التجارية في شركة وي. على نفس الرقي من الخلق والاهتمام والكفاءة. فولاد متربيين جدا، ولاد نابهين ونماذج لازم يتشاور عليها. لازم أحيي مدام نجوى والكابتن مروان عليهم وعلى يعني القيم اللي اتزرعت جواهم. وحكم يقول لي ايه؟ بقول له انت يعني العالم ده ماشي؟ قال لي ده على طول. قال لي يا كابتن عادلي اللي اتعلمناه من النادي الاهلي مدور لنا حياتنا. انا ماشي بالمعايير اللي خدتها في النادي الاهلي. صحيح. انا ماشي ولذلك تشعر ان الرساله وصلت. انا كنت بقول لكم دور النادي الاهلي ان يقدم مواطنا صالحا لهذا البلد. فادي الاب وادي الحفيد. صحيح. طيب نرجع بقى لملعب الكوره تاني. والناس لما الاهلي كسب الهلال في كتير من المحللين انشغلوا بحته لماذا غاب الهلال. فالاعلام المصري الكبير والجميل اسامه الشيخ في قناه ابو ظبي قال لهم هو الهلال غاب ليه؟ لانه الاهلي هو اللي حضر. نشوف الكلام كله على الهلال كفريق راح فين؟ ما جاش من ماتش تشيلسي، الاداره وكان ما كانش فيه اهلي. بص ان احنا ليه بنبص للموضوع من الزاويه الزرقاء وسايبين ايه الزاويه الحمراء في الموضوع. الاهلي انا بقول باختصار كده هو خطف الهلال من اول دقيقه في المباراه. الاهلي باين عنده عزيمه اني هكسب المباراه. انا قلت 5 دقائق 10 دقائق، انما بعد 7 دقائق جه جون. بعد 17 دقيقة لا ما هدف انت بص هي عاملة بالظبط زي ايه؟ وهو ده النقطة المهمة اللي محدش واخد باله منها، إن النادي الأهلي تفوقه بدأ منذ الثانية الأولى في المباراة. من أول لمسة الأهلي واضح إن هو اللي مستحوذ، ووصلنا مرتين أو ثلاثة بمنتهى الخطورة. لدرجة وأنا قاعد قلت الله ما أنا خايف تكون دي صحوة هتقف بعد شوية ما نلحق نجيب جول. أسامة الشيخ الحقيقة يعني أنا شفت له لقاء آخر برضو
لا هو الراجل وصله له قوي قوي فكره الاهلي وظروفه والدرس المستفاد. باختصار كده الاهلي ده يشرف في كل حاجه. ده مش كلامنا، ده كلام الاعلام الكبير سيد علي. نشوف. طبعا انا مبسوط جدا، مبسوط عشان النادي الاهلي عمله. النادي الاهلي هو فرحه مصر الحقيقيه. النادي الاهلي نادي يشرف، نادي كده اللعيبه والاداره والجمهور وحاجه كده تفرح يعني. نادي شيك ولعيبه شيك وكل حاجه في النادي الاهلي شيك بصراحه. مش بقول ده لان انا اهلاوي، انما بقول ده نتيجه لان حاجه تشرف بجد يعني. النهارده النادي الاهلي بيحصد برونزيه كاس العالم للانديه بعد الفوز على الهلال السعودي مع الرأفه باربعه اهداف، وده رقم قياسي. الحقيقه الاهلي عمل ماتش النهارده غير عادي. وكمان عايز اقول لحضراتكم ان يعني هو في اتنين لعيبه اتطردوا من النادي الهلال، بس اتطردوا من نادي الهلال نتيجه لان الاهلي كان ضاغط من الاول، وقبل ما يطردوا الاهلي جاب جون، وبعدين فقدوا السيطره على نفسهم. الحاجه الثانيه، المدرب بتاع الهلال السعودي كان عنده قدر من الغرور الشديد جدا. يا سيدي انت نازل تلاعب الاهلي، باختصار شديد جدا النادي الاهلي نادي يشرف بجد في كل حاجه. وانا بعد المباراه جالي تليفونات كتير، اعداد الاستاذ خير رمضان، اقول الو ما اسمعش صوت وما اسمعش صوت، وفي الاخر هو عايز ضروري نعلق على حاجه. ما عرفتش كان قبل المباراه ولا بعد المباراه، ما عرفتش تعلق، بس ممكن تسمعه. ما عشان كده انا ايه هنسمع بقى الاستاذ خير نفسه قال ايه. مش سعيد، انا راضي. راضي لان الاهلي لو كان كامل هذا الموسم وهذه البطوله كان الاهلي هيحقق، كان زمانه بيلعب في النهائي دلوقتي. الاهلي كان في هذه البطوله كل شيء ضده في بدايه هذه البطوله. انا قلت الاهلي لو طلع الخامس هيبقى انجاز، فبروح الشده بروح التحدي عمل المباراه الاولى وغلب مونتيرو المكسيك 1-0، ودي كانت مفاجاه مذهله لان مونتيرو فرقه تقيله. يعني ان الاهلي النهارده يلعب قدام الهلال، والهلال فرقه كبيره، بنقول لها هارد لك، فرقه كبيره قوي. يعني قيمه لاعبتها 61 مليون يورو، اكتر من ضعف النادي الاهلي. لكن المباراه الاهلي من اول دقيقه نزل فيها عرفت ان الاهلي نازل يفوز، ان الاهلي بيتحدى نفسه. الاهلي اسعدنا جميعا، شكرا للنادي الاهلي العظيم، شكرا للفرحه اللي ادتها لنا، شكرا لادائكم المشرف. النادي الاهلي هو اكتر نادي شارك في العالم في المونديال 7 مرات، هو النادي الوحيد اللي خد 3 برونزيه، يعني عامل ارقام. هو النادي الوحيد اللي خد البرونزيه مرتين في سنتين متتاليتين. فتحيه لابناء الاهلي. وتحيه ليك يا استاذ خيري. ولكن احنا هنفضل نجيب اهلاويه يكلموا على الاهلي وفرحانين ما نشوف واحد بقى، خصوصا الفتره الاخرانيه. نفسك في مين؟ كان بيتشاق علينا شويه. تعال نشوف بقى الاستاذ عمرو اديب قال ايه النهارده. عايز تعرف روح الفانيلا الحمراء، اتفرج على ماتش النهارده. فعلا روح الفانيلا الحمراء. النادي الاهلي ربنا كرمه بعدما دفع ثمن الواجب الوطني. يعني النادي الاهلي ده دفع ثمن انه اللعيبه كانت موجوده في المنتخب والاخره. النهارده ربنا كرم قال له لان انت نادي وطني، لان انت نادي محترم، لان انت لعبت من غير اللعيبه بتاعتك. النهارده ياخذ الاهلي الجائزه الكبرى ويحصل اليوم على البرونزيه في مباراه جميله جدا. ده الموضوع الاول. يعني انت النهارده شفت بالفعل روح الفانيلا الحمراء، اللي هي اللعيبه اللي بتلعب للفانيلا، لا بتلعب لفلوس ولا بتلعب لمنظره، ولا هم بيحبوا النادي الاهلي. هم بيحبوا النادي الاهلي.
لأن النادي الأهلي الذي أصاب الأستاذ عمرو أديب بالدهشة جعلته يقر بأسباب ومعايير وثوابت النادي الأهلي، الروح، اللعيبة اللي بتتفانى، الكلام ده اعترف به أخيرا. ولكن لا، ده مش كده بس، اسمعوا معايا. جمهور عظيم، جمهور جبار يزحف وراء فريقه في أي مكان في العالم. يعني البطولة دي لو في أستراليا هتلقى جمهور النادي الأهلي، البطولة دي لو في موزمبيق هتلقى جمهور النادي الأهلي. نشوف جمهور النادي الأهلي ده كان عامل إزاي، نسمع. نادي جبار، نادي المشجع الأهلي عنده دور مقدس. طيب الأستاذ عمرو أديب هي لحظة فرح فيها مع الأهلي في العشر دقايق دول، إيه رأيه في اللي فرحانة بالأهلي على طول؟ مدام لميس الحديد نشوف. الحقيقة دايما لما تشوفوني مبتسمة كده وسعيدة ولابسة أحمر كده ومتحمسة تعرفوا إن الأهلي كسب، ببقى سعيدة جدا الحقيقة، وبيملأني بهجة زي ما بيملأ فوز الأهلي يعني بهجة لكل جماهير الكرة اللي يعني موجودين في مصر وفي العالم العربي كمان. الأهلي الحقيقة قدم مباراة كبيرة جدا، أحرز أكبر عدد من الأهداف في تاريخ مشاركته في كأس العالم للأندية، والجميل اننا بنشوف جيل جديد، ان احنا كل شويه بنشوف ولاد جداد، بنشوف شباب جداد. شفنا محمد عبد المنعم يعني عظيم، كان عظيم في المنتخب وتالق مع النادي الاهلي. شفنا ايضا المتالق احمد عبد القادر، وسعداء ان في جيل بيسلم جيل، سعداء بالاداء. مبروك لجماهير الاهلي اللي انا واحده منهم يعني، وفخوره دايما باداء النادي، ودايما معكم في كل الاحوال. الاهلي برونزيه كاس العالم للانديه. طيب مدام لميس اهلاويه واحنا عارفين، لكن في اذاعيه عملاقه كبيره هايله بقى لنا مده وحشنا صوتها، مدام إيناس جوهر. تعالوا شوفها بقى قالت ايه. انا معلومات ان حضرتك اهلاويه كبيره. ما تزعلش بقى الاستاذ فهمي مننا. لا يا بقى انا اهلاوي وافتخر انا كمان يا فندم. قولي لي شفت الماتش امبارح ازاي بتاع الاهلي؟ لا حلو جدا 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 بصراحه، يعني ربنا يكرمهم الاهلاويه دول يردوا الروح بصراحه، يعني ردوا لنا روحنا وعوضونا افريقيا، وان شاء الله مع السنغال هيعوضونا بعد كده الفريق القومي. لكن امبارح بالنسبه للماتش الحقيقه اللي عجبني قوي المعلق. جميل جدا. انا على فكره انا عندي انتماء فظيع طبعا للاهلي والمصر، لكن يعني بقيت قاعده اتفرج وانا شويه مطمنه، لانه اخيرا الكاس هيبقى يعني البرونزيه هتبقى لحد من العرب، يعني سواء المعلق كان عامر عبد الله، الاستاذ عامر عبد الله الحقيقه كان المعلق قوي قوي قوي، معلق رائع بصراحه. طيب مدام ايناس جوهر اللي عجبها الحقيقه عامر عبد الله المعلق الاماراتي، وده علم مع كل الناس، لانه راجعوا كده كل المعلقين العرب كل واحد فيهم نال فرصة التعليق للأهلي على مباراة كبيرة دخل قلوب الملايين. إيناس جوهر عجبها عمرو عبد الله. طب ما نسمع إحنا عمرو عبد الله. بداية الأهلي المباراة أظهرت حجم التحدي الذي دخل فيه النادي الأهلي. شفت الأهلي وكيف كانت بدايته وكيف كان تحضيره للمباراة وكيف دخوله لأجواء المباراة مبكرا من أول 20 ثانية في فرصة اللي كانت للنادي الأهلي. الأهلي تفوق حتى قبل الطرد، وتفوق ميدانية وتفوق من حيث النتيجة وتفوق
من حيث خلينا نقول يعني راكب الماتش خلاص يعني هو اللي يقود الماتش. ايوه طبعا هو ديربي عربي، الديربي العربي دائما الفوارق قبل المباراه كنا نتكلم عن ان في افضليه للهلال من حيث التعاقدات، من حيث الاسماء، من حيث يعني امور كثيره جدا عكس الظروف اللي صادفت النادي الاهلي قبل هذه البطوله واثناء البطوله. لكن سبحان الله يعني هذا الفريق في حاجه احنا ما نعرفها يعني. القوه اللي ظهرت اليوم، الاداء اللي ظهر اليوم، رغبه الفريق، يعني فريق متفوق 3 ومطرود من امام 2 يشعر يعني بان الاهلي لسه متعادل او لسه خسران. أيوة. المفاجأة بصراحة بالنسبة لي أني أنا كنت أتوقع أن كل جماهير الأهلي بصريين. المفاجأة بالنسبة لي أن الأهلي لها عشاق ومحبين من جنسيات أخرى، متابعين ويعرفون تفاصيل الفريق وكانوا يعني حاضرين بقوة وبشكل كبير جدا. الرجل خلص حاجات كتير جدا. هل جماهير مش مجرد عشاق مصريين؟ لا، ده لهم عشاق كتر أخر و و و, و يتحدث على الاهلي بقيمته. هو ده اللي احنا عايزين نقوله يا جماعه، والله الناس بتتعامل مع الاهلي عن بعد غير لما تعاشره، غير لما تقترب منه. وزي ما الاستاذ ابراهيم بيقول لك كل المعلقين يشيدوا بالاهلي لانه هو حب الاهلي، هو هم يتكلموا بشغف على الشوالي ولا يعني حافظ الراجي ولا رؤوف خليف، كل واحد كلهم تعاملوا مع النادي الاهلي وشافوا واكتشفوا حقيقه هذا النادي، وهو قال لك ده نادي غريب يا سيدي وحقيقته تظهر لك كلما تتعامل معه. واللي قال كده كمان المحلل الاماراتي حسين الجسمي على قناه دبي، الاهلي مش بس محلي. نشوف الاهلي يبقى هو الاهلي، اجيال تتغير، اشكال تتغير، مدربين يتغيرون، لكن في نهج. موسيماني ممكن اجيب لك 20 مدرب موجود في المنطقه افضل من موسيماني فنيا، صحيح، لكن الكيمياء اللي موجوده بين هذا المدرب وهذا الفريق والطموح اللي عنده والشخصيه يقدر يلعب فيها. الان قبل البطوله منطقيا لو تقول الاهلي بيجيب الثالث بهذه الغيابات وبهالمشاكل اللي عنده او الاصابات بغض النظر راح تقول لا صعبه، لكن تشوفها في ارضيه الواقع طريقه التعامل اللاعبين ذهنيا، جوده اللاعب المصري الآن. انا يعني تاخذ اي لاعب من الاهلي تودي اوروبا سنتين يستوي لاعب ممتاز سوبر. زمان كنا ننتظر الاهلي يكون كوكبه من النجوم عشان يمكن يلعب في بطوله افريقيا او حتى يلعب في كاس العالم للانديه. الان لا، ال 22 لاعب ال 25 لاعب مسجلين يلعبون، يفوز على مونتري اللي كان يفوز عليه بالثلاثه زمان، صح. يلعب مع بالميراس ند للند وهو ناقص لاعبين، صح. افضل فريق في امريكا الجنوبيه اخر سنتين. فهذا الشيء يعطينا ان الاهلي حالة استثنائية في أفريقيا وفي عند العرب، ليس لأن هذا فريق عربي ونحن نشيد فيه، التاريخ يقول هذا، صحيح. النتائج تقول هذا. إذن الانطباع الذي وصل إليه الناقد حسين الجسمي أن الأهلي حالة استثنائية عربيا وإفريقيا، ولكني عايز أتوقف عند جملة عشان الناس اللي بتقول لك الأهلي بيمثل مين. قال لك استطاع النادي الأهلي ولاعبوه أن يعكسوا شخصية اللاعب المصري. اللاعب المصري استفاد من تمثيل النادي الأهلي، نسب أداء النادي الأهلي إلى مصر. يلي بتتكلموا وأنتوا مش واخدين بالكم. طيب لما سمير صبري في مذكراته قال إن أم كلثوم لما سألها كان نفسك تبقي إيه لو ما بقيتيش مطربة؟ قالت له كأهلوية أبقى حارس مرمى النادي الأهلي. شوفوا لما المعلق دلوقتي يتغنى للأهلي بأم كلثوم، ده علي سعيد الكعبي. نشوف. هذه هي الفرحة، هذا هو الحب الحقيقي، وقابلتك أنت يا الأهلي ولقيتك بتغير كل حياتي، ما أعرفش إزاي أنا حبيتك، ما أعرفش إزاي يا حياتي. مبروك مرة أخرى، تقول أم كلثوم الكثير ويستحق النادي الأهلي الكثير. الأهلي وجماهيره الملهمة التي تلهم المعلق، الإفيهات اللي بتعيش اللي بتبقى موجودة في كل لحظة وتستدعيها في كل تاريخ. هذا هو الأهلي يا أستاذ إبراهيم. شوفوا أجمل حاجة في الحدوتة دي كلها إيه؟ إزاي النادي الأهلي يقدر يدعم هذه الروابط العربية؟ إزاي يقدر يحدث هذه اللحمة بين كل الشعوب العربية؟ يا جماعة إحنا قرينا
أحمد الشمراني كمحلل وناقد رياضي سعودي يتغنى بالأهلي برغم فوزه على الهلال. وشفت كل الأشقاء الإماراتيين القطريين البحرينيين، شفت عمرو عبد الله كمعلق إزاي دخل قلوب كل المصريين، حتى المعلق السعودي، المعلق السعودي طارق الحماد، شوفوه إزاي بيتغنى بالأهلي. أنا أحد لعيبة فريق الأهلي المصري بعد مباراة اليوم، المراسل الميداني لما يسألني أي سؤال أقول له هو هذا النادي الأهلي طبيعي، يسألني السؤال الثاني أقول له هو هذا النادي الأهلي طبيعي، يسألني السؤال الثالث كمان أقول له هو هذا النادي الأهلي طبيعي. كابتن أحمد عفيف يضحك، ما أعرف ليش كابتن أحمد عفيف يضحك. يا لهوي أحمد عفيف يضحك. لو سألك السؤال رابع مرة هتقول له إيه؟ هقول له في فرق بين الأهلي وغير الأهلي. والثاني والثالث هذا هو الأهلي. فالأستاذ أحمد عفيفي بيسأله بيقول والرابع بيضحك يعني بيدعبه باستخفاف، قال له الإجابة هتختلف، هقول له في فرق بين الأهلي وغير الأهلي. أيوة غير الأهلي. طيب أيضا في الأشقاء السعوديين عبد الرحمن الحميدي كيف يرى قوة الأهلي؟ ثناء تثنى وسار ضوءه الأزرق بين ضباب لندن حتى هما كثيفا من سماء المدح رغم الخسارة، وحتى خيل للمتخيل وخال معه فيلسوف البرتغالي المتعالي أن فلسفته هي من أحدثت تاريخا جديدا في شعار الهلالي، وأن الوقت حان للتجارب والتدوير والاختراع رغم هدف منشود متاح ثالث العالم. وأمام من؟ بطل أفريقيا التاريخي الذي لا يتوانى ولا يرحم، ومن لا يحترم هذا الكبير الأفريقي الأحمر فلن يسلم، فكان الجزاء رباعية حمراء. أنت عايز تختم بمين؟ هنختم بعد كده بمسك الختام، لكن وليد الفراج الإعلام السعودي اللي بيدير استوديوهات التحليل الناجحة جدا والبارز، إزاي شاف المباراة والأهلي يفوز على الهلال السعودي الزعيم الكبير بالرباعية؟ جارديم يبغى يجرب قدام الأهلي المصري، مش عارف الأهلي المصري ده الأهلي. جارديم يبغى يجرب قدام الأهلي المصري، مش عارف الأهلي المصري ده الأهلي. يعني قال كلام أكتر من كده أنا سمعته. هكذا أنت بتستدعي الاحترام. أنا مبسوط جدا لأن الأهلي يقدر يصدر الصورة اللي هتعيش في أذهان الجميع. على فكرة لو عندنا وقت كنت سمعت كلام أضعف الكلام ده من كل المحللين في سائر الوطن العربي، ولكن ختامه مسك. ختامه مسك لأنه صاحب هذه الختمة حنجرته سكنت وجدان الأهلوية، وبلغته أعتقد هزت كل القلوب الحمراء. يعقوب السعدي وكفى. لا تقولوا فعلها الأهلي، فليس ما حدث بالأمر الغريب ولا العجيب، يغيب من يغيب ويحضر من يحضر، فالمهم دوما أن يكون الاسم هو الأهلي. والليلة كان فارس مصر وأفريقيا عند حسن الظن والفرحة والأمل، وفاز على مونتيري المكسيكي بهدف محمد هاني. ما أسعد المصريين المنتخب في الكاميرون وصعد إلى النهائي، والأهلي هنا يتجاوز عقبته الأولى في المونديال رغم الغيابات رغم الظروف. يبدو إنها مكافأة الصبر والعطاء، مكافأة من يعطي ومن يضع بلاده في مقدمة الأولويات. الأهلي فاز رغم كل شيء قبلها وفي عام 2012، وكانت ظروف الأهلي وقتها أفضل، لكنه خسر من مونتيري في مباراة المركز الثالث. الليلة فاز، ليست عجيبة ولا غريبة وليست إعجاز، إنه الأهلي إن أراد فاز. إنه الأهلي اسمه ولونه هو اللاعبين وهو الإنجاز. ملخص الليلة أن الأهلي أخذ بالأسباب فكفأه يعني الله سبحانه وتعالى بهذه النتائج التي حظيت باحترام العالم كله. عليك أن تأخذ بالأسباب فهي أهم أسباب النجاح. وهكذا كان الأهلي بين هلالين لأن اسمه فيه ما يكفي.
دمتم للأهلي دائما ودام لكم الأهلي بإذن الله تعالى بطلا شامخا، وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.